أسبوع جديد يبدأ نستهله مع حضراتكم بهذا اللقاء الذي نتابع فيه أحداث هذا اليوم الجديد في مصر. نتابع فيه الأخبار والقصص والحكايات التي يطرحها والأسئلة التي يتركها وراءه والقضايا التي يثيرها. أسعد الله مساءكم. في هذا المساء السيسي في دار القضاء العالي يحتفل بيوم القضاء. وبطريرك أثيوبيا في مقر البابوي في القاهرة، فهل يعيد ذلك الصلة بين الكنيستين؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الكنيسة في تخفيف التوتر بين الدولتين؟ وفي هذا المساء رغم التوقعات، هل كان إعلان موعد الانتخابات البرلمانية مفاجأة للأحزاب؟ إلى أي مدى الأحزاب السياسية في مصر مستعدة؟ وهل وصلت التحالفات إلى تشكيلها النهائي؟ أسئلة بطرحها على ضيفي في هذا المساء. هيكون معنا سعادة سفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والسيد زين السادات عضو تحالف تحيا مصر. في هذا المساء ضيفة خاصة جداً، جميعكم تعرفون وجهها وتستمعون إلى أدائها وتستمتعون أيضاً بأدائها الراقي، لكن في هذا المساء تكشف نوران سلام عن وجه آخر لا يعرفه الكثيرون. انتظرونا وهذا اللقاء معها. ومشاهدينا كالعادة بفكر حضراتكم أن صفحاتنا التفاعلية دايماً منتظرة تفاعلاتكم بتعليقاتكم وأراءكم وأيضاً استفساراتكم واقتراحاتكم للحلقات المقبلة. لم ينقصها التشويق ولا الرعب، دراما مكتملة الأركان، وأسوأ ما فيها أنها كانت دراما واقعية منقولة على الهواء مباشرة، تابعها العالم من المشرق إلى المغرب، منقولة على الشاشات، سلاح وضحايا ودماء. هذا هو ملخص ما دار ونقلته الشاشات على مدى أكثر من يوم، من أول الهجوم على صحيفة شارل إبدو، ثم اختطاف الرهائن واحتجازهم وفض هذا الاختطاف والقضاء عليهم في دراما مكتملة الأركان. كالعادة كان أبطالها يظنون أنهم يرفعون راية الإسلام من وجهة نظرهم، ما بين التعاطف مع الضحايا وما بين الرثاء للذين سقطوا وما بين الإدانة للحثة ودمويتها، بقيت أسئلة كثيرة معلقة في الهواء. هل تكون حثة شارل إبدو هي 11 سبتمبر الجديدة؟ ما هو الثمن الذي سيدفعه آلاف المسلمين الذين يعيشون في أوروبا والغرب بعد هذه الحثة؟ والأهم من ذلك، هل سأل الجناة أنفسهم ولو للحظة واحدة إن كانوا بالفعل قد أرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اقترفته أيديهم؟ هل سألوا أنفسهم ولو للحظة واحدة عن الطريقة التي كان يتعامل بها صلى الله عليه وسلم مع الذين كانوا يتطاولون عليه في حياته؟ وكم من الجرائم ترتكب باسم الدفاع عن الإسلام ولا يدفع ثمنها إلا المسلمون؟ من هذه الحثة التي شغلت الرأي العام على مدى نهاية الأسبوع الماضي ليبدأ الأسبوع بتداعيات ليست بعيدة عنها، لا أعتقد أن مصر والعالم العربي ستكون بعيدة عنها، ولا أعتقد أيضا أن ما يحدث في مناطق قريبة مؤكد أنه هيشهد تداعيات لهذا الحادث الدموي. من هذه الحوادث إلى ما دار في مصر في هذا اليوم على وجه التحديد، هذا اليوم بدأ باستقبال دار القضاء العالي لرئيس الجمهورية في زيارة في يوم القضاء. في يوم القضاء توجه الرئيس برسالة لقضاة مصر واستمع منهم واستمع إليهم. رصدنا لحضراتكم أبرز ما جاء في هذه الزيارة، نشاهد. دار
القضاء العالي تزدان اليوم ابتهاجا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في احتفالات عيد القضاء. في أول حضور رئاسي لعيد القضاء منذ ثورة 25 من يناير، وبحث الرئيس عددا من مطالب القضاة الخاصة. لقد أرسى الدستور المصري مبادئ الفصل بين السلطات وخضوع الدولة للقانون واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصاناتهم، وقد عزز دستور 2014 هذه المبادئ، فاستقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا ومنهج في الحكم ألتزم به عن إيمان ويقين. السلطة القضائية المصرية عانت على مر العقود الماضية كثيرا من الضغوط، فعلى الرغم من حرص حكام مصر منذ ثورة يوليو على احترام القضاء وإعلاء سلطانه، إلا أن عهود الحكم المختلفة لم تخلو من مواجهات طاحنة بدأت بعهد الرئيس عبد الناصر ووصلت ذروتها مع الرئيس السابق محمد مرسي. وتعد الزيارة التي قام بها الرئيس اليوم خطوة أولى في تأسيس دولة القانون والدستور ووضع المواطنة كأساس لتحقيق العدالة. مها صبري، قناة دريم. طبعا هذا الاحتفال بيوم القضاء كان متوقفا منذ 4 سنوات. رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد حسام عبد الرحيم أشاد بالزيارة وقال إن زيارة السيسي أكدت أن القضاء مستقل ولا يهرول نحو السلطة التنفيذية، ويتم تقديره من رئيس الجمهورية بزيارته لدار القضاء العالي، وشدد على ضرورة تطوير منظومة العدالة. على الهاتف معنا القاضي محمد السحيمي رئيس محكمة مصر القديمة. أهلا وسهلا سيادة المستشار. أهلا وسهلا بحضرتك. هل نقدر نقول إن في رسائل في هذه الزيارة، ولا إنها مجرد زيارة هي عبارة عن تحية تقدير من الرئيس لسلطة زي السلطة القضائية وتأكيد على استقلالها زي ما جاء في كلمات رئيس مجلس القضاء الأعلى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة السيد الرئيس لدار القضاء العالي بيؤكد كل يوم بأن هو أب لكل المصريين وبأن هو رئيس لكل المصريين، وزيارته لنا دي بتعلي من شأن القضاء وبتعلي من شأنه، والقضاء عالي ونحن نحترم رئيس الجمهورية. وطبعا الزيارة كانت إرساء لمبدأ الفصل ما بين السلطات، لأن طبعا سمعت الحديث بتاع رئيس الجمهورية، حديث ممتاز جدا وصدد الله خطاه إن شاء الله بأمر الله على الطريق السليم. يعني أشار في كلمته رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى إصلاح القضاء، هو استخدم تحديدا هذا التعبير. إيه المقصود بهذا التعبير، وإيه الذي يتطلبه إرساء العدالة الناجزة في مصر في منظومة القضاء؟ والله يا فندم، إرساء العدالة الناجزة لن يتحقق إلا بإصلاح كامل لكافة التشريعات اللي احنا بنعاني منها، زي قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية. القوانين دي لو اتعدلت فعلا هيبقى فيه مش عدالة ناجزة، عدالة حقيقية ناجزة. يعني حضرتك معظم القضايا بتطول الأمد فيها عشان الإعلان، وبعد ما الحكم يصدر الدعوة مثلا الحكم ممكن يبقى باطل لو الإعلان ما تمش. احنا محتاجين تعديل المنظومة القانونية في مصر. وطبعا أنا أوصي السيد رئيس الجمهورية بتفعيل أفكار شباب القضاء. احنا ما يعرفش عيوب القوانين الا القائمين على تنفيذها، مظبوط؟ لكن في مبدا الفصل بين السلطات ما اعتقدش، يعني هل من حق القضاء ان هم يكون ليهم راي في التشريعات الخاصه بقانون السلطه القضائيه ولا لا؟ حضرتك انا بالنسبه لي، انا اسف، انا يعني طبعا قانون السلطه القضائيه نحن ننادي بفصل تبعيه القضاء لوزاره العدل، احنا المفروض نتبع مجلس القضاء الاعلى حتى يكون استقلال كامل. بس بغض النظر عن كده، خلينا في حقوق الغلابة الأول. حقوق الغلابة مش هتيجي إلا من خلال تعديل قوانين المرافعات وقوانين الإجراءات الجنائية. إنما طبعًا قانون السلطة القضائية طبعًا لابد من تعديله، بس أنا بغض النظر أنا مش هقدر أتكلم فيه عشان ما يتقالش القضاة عايزين مصالح شخصية لنفسهم، لا إحنا مش عايزين حاجة، أنا عايز أصلح المنظومة القانونية في مصر. وأكتر واحد يعلم العيوب القانونية والثغرات القانونية القائم على تنفيذها، صح؟ يعني أنا حضرتك أنا يعني مين يعرف ثغرات القوانين فين، ومين يعرف علاج الثغرات دي فين؟ القضاء.
احنا بس هل انتم متوقعين ان المجلس التشريعي اللي جاي هيكون معني تغيير قانون السلطه القضائيه او تعديله؟ هل مفترض ان يكون للقضاء راي في هذا الامر ولا لا؟ والله انا هقول لسعادتك حاجه، هو عامه صلاح القضاه من صلاح الوطن، ومجلس النواب القادم ان شاء الله هو من نسيج الوطن. ما اعتقدش اطلاقا بان نسيج الوطن يعني هيقف ضد المصلحه العامه. المصلحه العامه بان القضاء يكون مستقل، القضاء يكون قوي، القضاء لا تشوبه شائبه، تمام؟ فاحنا في تعديل قانون السلطه القضائيه للتواكب مع الوضع الحالي والتواكب مع التشريعات الحديثه والتواكب والبعد عن تبعيه التفتيش لوزاره العدل. انا اسف، لابد ان يتبع كل قاضي مجلس القضاء الاعلى فقط، مع كامل احترامي للسيد وزير العدل، ولكن انا بتناقش في نقطه حساسه جدا. وزير العدل يكون تابع للسلطه التنفيذيه، كيف اتبع لاحد الاشخاص التابعين للسلطه التنفيذيه؟ انا كقاضي يتعين علي ان اكون تابع للسلطه القضائيه فقط. شكرا جزيلا لك القاضي محمد السحيمي، سيادة المستشار محمد السحيمي رئيس محكمة مصر القديمة، أشكرك شكرا جزيلا. حتى سنوات يمكن للبعض أن يتذكرها كانت الكنيسة في إثيوبيا تابعة للكنيسة القبطية المصرية، وكان البابا في مصر وبابا للأقباط المصريين وأيضا لرعاية الكنيسة الأثيوبية، لذلك ظلت الكنيسة المصرية أحد قوى مصر الناعمة في أفريقيا وفي أثيوبيا على وجه التحديد. النهاردة يمكن الزيارة اللي بيقوم بها الأب متياس الأول بطريرك إثيوبيا إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تكاد تكون زيارة غير مسبوقة، أو يعني على الأقل هي أول زيارته هو لمصر. استقبله البابا توادروس الثاني على رأس وفد من أساقفة الكنيسة من المقر البابوي لاستقبال البطريرك والوفد المرافق له، وقامت فرق الشمامسة بترتيل ألحان قبطية. معنا على الهاتف الأستاذ جمال أسعد المحلل السياسي. أستاذ جمال أهلا بيك. أهلا يا أستاذ أمون، إزاي؟ اولا يعني لو تحطنا كده في نبذه سريعه عن العلاقه بين الكنيستين، البعض بيتصور ان بعد انفصال الكنيسه في اثيوبيا عن مصر كان في نوع من التوتر، فالى اي مدى الموضوع ده حقيقي والى اي مدى في علاقه الان يعني بشبه الود بين الكنيستين؟ اولا زي ما حضرتك ذكرتي، الكنيسه الاثيوبيه او الحبشيه هي كنيسه كانت تابعه إداريا للكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، حتى كان بابا الكنيسة المصرية هو الذي يقوم برسامة ما يسمى بطريرك جسليق، يعني أقل من بابا الإسكندرية، أي أنه البطريرك المسؤول كنسيا عن الحبشة الأثيوبية، وكان هذا البطريرك الجسليق تابعا كنسيا وإداريا ومجمعيا إلى الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، حيث أن الكنيسة الأثيوبية تشارك الكنيسة المصرية في علاقتها بجماعة الأرثوذكسية، ولكن لأسباب سياسية في المقام الأول عندما كان هناك انقلاب سياسي يساري شيوعي ضد الإمبراطور هايلي سلاسي، كان هناك نوع من الانفصال الإداري عن الكنيسة المصرية، فأصبح الآن بطريرك الكنيسة الإثيوبية هو منفصل في إدارته الذاتية بكنيسته في أثيوبيا، ولكن تربطه بالكنيسة المصرية الأرثوذكسية علاقة الجماعة الأرثوذكسية، وتربطه الآن إعادة العلاقات التاريخية بين الكنيستين، مما جعل لائحة البابا في مصر تؤكد على حضور مندوبين من الكنيسه الاثيوبيه عند رساله بابا الكنيسه المصريه. وفي ذات الوقت نجد ان لكن العلاقه بين الكنيستين لم تعد علاقه تبعيه زي ما كانت قبل كده من الناحيه الروحيه ولا لا؟ هي مش علاقه تبعيه، هي علاقه يعني اخوه حاليا. اخوه في المجموعه الارثوذكسيه، ولكن تحالف يعني علاقات خاصه، يعني مثلا سعادتك هناك كنائس ارثوذكسيه اخرى في روسيا وغير روسيا. صحيح. ولكن ليست هذه العلاقة التي تجمع الكنيسة المصرية بالكنيسة الأثيوبية، هناك علاقة خاصة ما زالت، رغم انفصال الكنيسة الأثيوبية
اداريا بنفسها، ولكن هناك علاقه كنسيه ما زالت قائمه، هي انه لابد ان يحضر بطريرك الكنيسه الاثيوبيه رساله بابا الاسكندريه، وقد حضر هذا البطريرك رساله الامبراطور الثاني. هناك علاقات مجمعيه وكنسيه ما زالت قائمه حتى الان. طب يعني هل معنى كده ان الاب متياس دي مش اول زياره ليه زي ما البعض صورها، ولا هل حضر؟ لا ده حضر، لا حضر رساله قديس البابا تودروس، والزيارات والعلاقات قائمه يعني هناك كان اتصال تنظيمي اداري بان البطريرك منفصل بذاته وليس تابعا مباشرا للكنيسة الأرثوذكسية، ولكن العلاقة قائمة، العلاقة التاريخية قائمة، العلاقة الودية قائمة، وهناك اتصالات مستمرة ودائمة بين الكنيستين. أستاذ جمال، يعني هل بالغ البعض لما تصور أن الكنيسة المصرية يمكن أن تلعب دور في ترطيب الأجواء بين مصر وأثيوبيا على خلفية الأزمات اللي كانت متتالية في بداية أزمة سد النهضة؟ هل بالفعل ممكن تلعب هذا الدور، ولا دي ده تصور خارج سياق الأحداث؟ هو من حيث المبدأ ساعتك هو مفترض الكنيسة هي كنيسة لها دور وطني على مدى التاريخ مقدر ولا ينكر، وبالتالي عندما يكون هناك دور يمكن أن تؤديه الكنيسة بما يسمى ضمن القوى الناعمة، الكنيسة ستقوم بهذا الدور بصورة أو بأخرى. في ذات الوقت نذكر هنا أن الوفد الشعبي الأثيوبي الذي حضر منذ فترة قصيرة كان ضمن زياراته ولقاءاته كان بالبطريرك بالبابا تودروس الثاني، هذا دلالة على أن أثيوبيا ما زالت تعطي الكنيسة المصرية مكانة خاصة، ويمكن بهذا الإطار الشعبي ولا أقول الرسمي يمكن أن تلعب الكنيسة هذا الدور الوطني في قضية مثل قضية سد النهضة. شكرا جزيلا الباحث والكاتب الأستاذ جمال أسعد، معلقا على زيارة الأب متياس الأول بطريرك إثيوبيا إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. غير بعيدة عن الشأن القبطي، النهاردة أعلن ائتلاف الشباب القبطي عن نيته عقد مؤتمر صحفي حاشد يوم السبت المقبل لإعلان تفاصيله خوض الانتخابات البرلمانية ضمن تحالف شباب تحيا مصر. ويمكن الحقيقة دي مسألة برضو تثير قدر من التساؤل، هل من المفترض أن يتم تقسيم الناس على خلفية دينية يكون في تحالف للشباب القبطي، ولا من المفترض أن الأقباط يكونوا جزء من التحالفات السياسية بصورتها العامة؟ على كل أحوال حضرنا الإعلان الخاص بالائتلاف ونقلنا الصورة لحضرتكم نشاهد. وقررنا أن نؤسس بمشاركة عدد من الائتلافات السياسية ومجموعة من الأحزاب، أعلن ظهر اليوم عن تدشين تحالف شباب تحيا مصر، وذلك للإعلان عن خطته لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. والله النهاردة احنا بصدد تدشين تحالف شباب تحيا مصر، بالفعل كانت الفكرة قائمة منذ حوالي تقريبا شهرين، بالفعل ما كانش عندنا آلية المناسبة للتدشين في الفترة السابقة، بعد ما السيد الرئيس أدلى بتصريحات قوية وقال إن أنا أتمنى إن الشباب يكون لهم دور كبير في البرلمان القادم، إحنا لبينا الدعوة بالفعل وقلنا هنجمع كل شباب مصر عشان نخوض بانتخابات القادمة إن شاء الله. تحالفنا تحت مسمى شباب تحيا مصر يضم 21 حركة وحزب وممثلا عن جميع طوائف الشباب في جمهورية مصر العربية. معانا حزب الثورة، معانا حزب الفجر الجديد، معانا نقابة الأشراف. ناويين ننافس على كل مقاعد البرلمان. احنا عندنا شباب في كل محافظات مصر، فكل محافظة ما لا يقل عن 1000 شاب، فدول النواة اللي احنا هنشتغل بها خلال الفترة الجاية. وسنقف بجانبكم حتى يكون لكم تمثيل حقيقي مشرف في الانتخابات القادمة. ولا تزال الصحافة تدفع الثمن في كل مكان، ثمن تغطية الأحداث، الفضول والشغف الذي يدفع الصحفي إلى مواقع الخطر ليجد نفسه طرفا في الأحداث ويجد نفسه ضحية في الكثير من هذه الأحداث. الحقيقة أن ليبيا التي تحولت إلى بؤرة ساخنة وتحولت إلى مكان خطير ليس فقط للصحفيين لكن للجميع، شهدت الحقيقة أخبار متضاربة عن زميلين تونسيين سفيان الشرابي ونذير القطاري. سفيان ونذير أعلنت بعض الصفحات المحسوبة على تنظيم داعش اللي بيسيطر على بعض المدن الليبية وبالذات مدينة درنة، أعلنت عن إعدامهم في الوقت الذي تنفي فيه جهاد في داخل تونس. لا تزال حتى الآن التفاصيل ملتبسة، لا تزال الأخبار متضاربة.
سفيان الشرابي ونذير القطاري انطلق إلى هناك من منطلق اهتمامهم تغطية الأحداث مثل أي صحفي، ومن منطلق تغطيتهم للشأن العربي. يمكن هم كانوا دايما ضيوف، يمكن بالذات زميلنا الأستاذ سفيان الشرابي كان مهتما حتى بمتابعة ما يحدث في مصر وما يحدث في ليبيا وما يحدث في العالم العربي. احنا نتمنى أن يكون سالما وآمنا هو وزميله، نتمنى ألا تكون هذه الأخبار حقيقية. يمكن بنفكر حضراتكم حتى ببعض المداخلات وتعاونه معنا في مداخلات سابقة. نستمع لهذا المقطع اللي كان معنا في زميلنا سفيان الشرابي من تونس. معي من تونس زميلنا الصحفي سفيان الشرابي. سفيان، لو ترصد لنا ردود أفعال الشارع السياسي في تونس على ما يحدث هذه الأيام في مصر، وردود أفعال الشارع العام كذلك والصحافة التونسية. تقريبا معظم السياسيين وحتى المهتمين بالشارع العام في تونس يعني مولين بأنظارهم إلى ما يحدث في ميدان التحرير وأهم السجالات الحاصلة حاليا بين مختلف أطراف السياسية والمؤسسة العسكرية. صراحة بعد صدور البيان الأول للقوات المسلحة المصرية هناك تقريبا هنا في تونس ترحاب أو نوع ما من الارتياح للموقف الذي اتخذته المؤسسة العسكرية في مصر تجاه الأحداث التي تقع حاليا في مصر. يعني هناك مد شعبي وحراك محترم ومهم في القاهرة وغيرها من المدن المصرية من أجل المطالبة بتحقيق العديد من الأحداث التي نظرا من أجل المصريين. سفيان، على مدى السنتين اللي فاتوا إلى أي مدى ممكن يكون الوضع الحرج اللي بتمر به جماعة الإخوان المسلمين في مصر يمكن أن يؤثر على وضع حركة النهضة التي كانت توصف على الأقل هنا في مصر بأنها ممكن تكون أكثر قدرة على بدء جسور التفاهم مع التيارات السياسية الأخرى في تونس؟ المؤسسة العسكرية في تونس تختلف تقريبا بشكل كبير مع المؤسسة العسكرية في مصر. تقريبا الجيش التونسي ليست له تجربة سياسية سابقة ولم يكن في الماضي يعني له دور على الأقل محوري في تحديد الخارطة السياسية. شكرا جزيلا لك سفيان الشرابي زميلنا الصحفي من تونس. على الهاتف معنا المحلل السياسي الليبي الأستاذ منصور عبيد. أهلا يا أستاذ منصور. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك وبكل مشاهدي قناة. هل حضرتك لديك أي معلومات ممكن أنها تفسر هذا التضارب فيما يتعلق بمصير الزميلين سفيان الشرابي ونذير القطاري؟ مصير هؤلاء الشباب أول شيء أسأل الله العلي القدير أن يكونوا من الأحياء وأن يفرج الله كربهم. نحن ما نمر به في ليبيا من عدوان على الصحافة وعلى رجال السياسة وعلى النشطاء وعلى السياسيين. أبناء الوطن، أبناء جلدتي الليبيون يعانون من هذا، من ويلات هؤلاء الدواعش وهؤلاء التكفيريين الذين الآن يعيثون فسادا في أرضنا. أستاذ منصور، يعني في أنباء متضاربة، بعض الصفحات المحسوبة على داعش قالت إن هم تم إعدامهم، في حين إن في مصادر تونسية بتقول أنه لم يتم إعدامهم. من فين يعني، من الذي يملك الفصل هنا او يملك الخبر اليقين فيما يتعلق بمصير الزملاء؟ هؤلاء الزملاء هم منذ حوالي الشهرين كانوا في منطقة الهلال النفطي، قام حرس المنشآت النفطية في تلك المنطقة باستيقافهم، ثم يقال انهم ذهبوا باتجاه طبرق، ربما اختفت أثارهم أو أثارهم اختفى بالقرب من درنة أو بالقرب من تلك المناطق. ونحن نعلم درنة وما فيها، هذه الإمارة الداعشية التي الآن يحاصرها الجيش وتحاصرها القبائل الليبية بالكامل، وهي محاصرة حتى هذه اللحظة. ما ورد على بعض الصفحات الداعشية من أنه تم تصفية الصحفيين، لن نتأكد من هذا الخبر كونه لم نجد الصور حتى هذه اللحظة، حتى وإن كانت هناك أسلوب عمل هذه المجموعات. يعني في العادة هي بتطلع صور زي ما حصل في العراق فيما يتعلق بالصحفيين الغربيين. يعني تفضل. أجل هذا ما كنا ننتظره. إذا كانوا قد قتلوا بالفعل، فأين هي صور الجثث؟ فإذا حتى يتم العثور على جثث الصحفيين نستطيع أن نقول أنهم مفقودين حتى هذه. طب يعني إيه الغرض من إعلان إعدامهم إذا لم يكن هذا الإعدام تم بشكل فعلي؟ الإعدام يكون من هؤلاء الدواعش، وهم قد
قد قتلوا الشهيد مفتاح بوزيد القلم الإعلامي الليبي وقتلوا. أنا بسأل حضرتك عن فكرة يعني إذا كان لدى مجموعة ما رهينة فإعلانها عن بقائه حي أفيد ليها من أن تعلن أنه هو مات وهو ما ماتش، فأنا بسأل حضرتك إيه المغزى ده طبيعي يعني ده طبيعي وهذا 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 هو المفترض أن يكون، وهم قد عودونا أحيانا أنهم يطلبون الفدية، وقد تكررت مع بعض النشطاء وبعض السياسيين الليبيين تم أخذهم إلى جبال درنة ومن ثم تمت فديتهم بالمال. ولكن هؤلاء لم يعلنوا عن هؤلاء الصحفيين. يعني حضرتك بترجح مقتل الزميلين بالفعل؟ بترجح تأكد مقتل الزميلين بالفعل؟ هو 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 الخبر الأقرب. يعني هناك السلطات التونسية اعتمدت على التصريحات الرسمية من الجانب الليبي التي تقول أنه جنائيا لا نستطيع أن نقول أنهم قتلوا إلا عند حضور الجثث أو التحصل على الجثث، وهذا هو الفعلي. ولكن في مطالبات في الوسائط الإعلامية في تونس بتدويل القضية ومقاضاة الحكومة الليبية، كيف تنظر حضرتك إلى مثل هذه المطالب؟ لا أستطيع أن نقول أنه تدويل أو مقاضاة الحكومة الليبية. الحكومة الليبية هي أعلنت هذه تنظيمات إرهابية وهي تخوض ضدهم حرب، وغير دليل عملية الكرامة ومعركة الكرامة التي يقودها الشعب الليبي والجيش الليبي ضد هؤلاء التكفيريين. أما عن القول بأن الحكومة الليبية هي مسؤولة عن سلامة هؤلاء، هم يعلمون أنهم يدخلون إلى ليبيا من غير تأشيرة، وأن السلطات التونسية والسلطات الليبية قد حذرت الجميع من الاقتراب من أماكن الاشتباكات ومن الأماكن الخطرة، ووسائل الإعلام الليبية المحسوبة على الدولة أيضا تنبه في كل وقت. هذا شبيه بما حدث للأقباط المصريين الذين أعلنت الخارجية المصرية أكثر من مرة، وأعلنت الخارجية الليبية على أن الرعاية المصريين عليهم بالابتعاد من الأماكن الخطرة وتم تحديد هذه. شكرا جزيلا لك الأستاذ منصور عبيد المحلل السياسي والإعلامي الليبي، أشكرك ونتمسك بما تبقى من أمل، ونتمنى أن يكون سواء الزملاء أو الأقباط المصريين المخطوفين أن يكون الجميع في سلامة وأمن، وأن نسمع قريبا عن أخبار عودتهم موفورين مجبورين زي ما بيقولوا لأهلهم. ومن الإرهاب في ليبيا وسخونته وحرارته إلى برودة الجو في مصر، كالعادة المصريين حولوا الحديث عن البرد إلى حديث الساخر، عبروا عن تفاعلهم مع البرد وحاولوا أن هم يتغلبوا عليه بدفء النكتة الحضرة المصرية اللي عبرت عن واقع يمكن ما هوش مألوف قوي بالنسبة لمعظم المصريين. خلونا نشاهد بعض ما دار على صفحات التواصل الاجتماعي حوالين ظاهرة البرد الشديد ما زالت مستمرة معنا حتى الآن. نشاهد. خير اللهم اجعله خير. أنا في مكان واسع وكله أبيض في أبيض، وقال إيه نص تحتاني مش لاقيه يا فخري. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر تعليقات ساخرة وصورا كوميدية تعبيرا عن الموجة الصقيعة التي تجتاح البلاد هذه الأيام، وقد امتلأت صفحات السوشيال ميديا بالعديد من هذه الكومنتات تعليقا على تصريحات هيئة الأرصاد الجوية أو حول بيان درجات الحرارة والتحذيرات بخصوص الانخفاض الملحوظ وموجة الطقس السيء. وكان من أبرز هذه الكومنتات: الجو فاكر نفسه في أوروبا، أنا فقط الاتصال بصوابع رجلي، في الجو اللي احنا فيه اللي عنده كالسون احسن من اللي عنده ايفون. واعتبر اخرون ان اخذ القرار للاستحمام يحتاج الى مزيد من الشجاعة والقوة عندما يصبح الاستحمام اقرب الى العمليات الانتحارية في الجو ده. الاسكندرية تحولت في هذه الاجواء الى المدينة البيضاء بعدما غطتها الثلوج التي سقطت بغزارة، ووصفها البعض بانها تحولت الى قطعة من اوروبا. ورغم هذه الثلوج حاول بعض الشباب تحدي هذا الصقيع. في ظل هذا الصقيع تداول نشطاء الفيسبوك أيضا صورا لأحد المواطنين وهو يسير في أحد المراكز التجارية مرتديا بطانية، وكذلك صوره وهو يسير في الشوارع والميادين وفي مترو الأنفاق بنفس البطانية. مع شدة الطقس البارد في الشارع المصري، إلا أن المصريين الذين يشتهرون بخفة ظلهم ما زالوا يبذلون المحاولات على مواقع السوشيال ميديا لكي يتأقلموا مع هذا الصقيع ويعتادوا عليه ويحتفظوا بروح الفكاهة التي يتميزون بها باستمرار.
على الهاتف ومن تحت الوطنيه كما اتوقع معنا زميلنا الكاتب الصحفي الساخر الاستاذ محمد عبد الرحمن. اهلا يا محمد. اهلا بيك. اهلا بيك. يعني تفاعل الناس مع موجه البرد انت شخصيا رايك فيه ايه؟ لا هو احنا اصل ده يعني حاجه من عند ربنا كويس، فلازم نعدي المرحله باي طريقه، ولا يومين ثلاثه وهنقول البرد انتهى لموا البطاطين. هو نفس اللي حصل في يناير اللي فات، واضح ان احنا لازم نتعود على ده، بس انت عارف ان احنا شعب عاطفي يعني، فبيحب يعبر عن كل حاجه. مش انا مش عارف اذا كان الناس في اوروبا دلوقتي برضو على تويتر بيقولوا ان هم بردانين ولا لا، بس هو الـ 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 الاجواء دي زي اجواء حظر التجول كده اللي كانت في اغسطس 2013. احنا من كتر ما احنا قاعدين في البيت فده بنعكس، ده بنبرد الدنيا اكتر. يعني محمد انت كاتب ساخر وعندك كومنتات الحقيقه فيها درجه عاليه جدا من السخريه والقلش زي ما بيقولوا، لكن كنت متوقع ان البرد يفجر كل الموجه دي من السخريه والنكت والهزار على صفحات التواصل الاجتماعي؟ هو اي احداث بتحصل في اخر الاربع سنين اللي فاتت طريقه التعبير عنها اختلفت الى حد كبير. مواقع التواصل الاجتماعي اطلقت يعني عنان المصريين في طريقه التعبير عن الحاجه، وتقدري تعرفي منهم اتجاه الناس والناس مشغوله فيه. البرد واحد من العوامل دي، اللي اولا بيجبرك انك تتعامل اكتر اونلاين، قاعد في البيت متحاصر. الحاجه الثانيه ان هو الناس كمان بتقلل الحاله لنفسها كويس، وكل مره كل ما بتيجي موجه جديده كل ما انت بتضطري تغير الاتجاه. يعني في افيهات وفي برامج ثانيه، البرامج برضو اهتمامها، ولما في مذيع يطلع لابس بطانيه او حاجه فده بيخلي الناس تتكلم اكتر على الموضوع، والدنيا بتتطور دلوقتي يعني كل شويه الموضوع بيتطور، والناس بتبدا تشوف يعني في مهن مثلا بتربح من الـ من الـ من الموضوع ده. انت عمرك ما كنت تيجي في بالك الا لما بتشوف الناس بتتكلم عنها، يعني اللي بيبيعوا الدفايات زي ايه كده؟ اللي بيبيع الدفايات واللي بيصلح الدش. اللي بيصلح الدش في البرد ده؟ اه طب الدشات كلها بتبوظ من الهواء، في نسبه الدشات اللي بتبوظ من الهواء بتزيد. انا بيتهيألي برضه ان تصليح الدش دلوقتي عمليه انتحاريه تشبه الاستحمام زي ما ذكرت التقارير. هو اه طبعا طبعا يعني بتوع بيبقى فرحان كويس. اللي متضرر مثلا بتوع الدليفري، كل ده مواقع التواصل الاجتماعي بتساعدك ان انت تصفيه وتعرفيه وتعملي له قوائم كده، تبقى عارفه مين المتضرر اكتر من الثاني ومين اللي مبسوط ومين اللي مش مبسوط. المواقع الالكترونيه بقى دورها ان هي بتعكس الناس بتقول ايه على مواقع التواصل الاجتماعي، فهو ده اللي بيعمل الحاله الدائريه اللي احنا شايفينها. يعني بيطلع مثلا يعني احنا من امتى اصلا كنا بنعرف ان في هاشتاج، ان في عاصفه اسمها هدى ولا زينه؟ صحيح. فطبيعي ان يطلع هاشتاج هنا يقول لك سمع عاصفه مصر، فتلاقي الناس كاتبه لواحظ وحلاوتهم وحاجات من النوع ده، فبتضطر ان انت تتفاعلي معاها حتى لو انت مش حاسه ان الموضوع فيه مبالغه. هو طبعا اكيد الموضوع مش مبالغه، لان الدنيا برد فعلا ما كانتش كده من اربع خمس سنين. بعيدا الحقيقه عن الهزار والقلش، الحقيقه ان في كمان مبادرات طلعت برضو من السوشيال ميديا لمقاومة البرد ولمكافحته، وفكرة جمع تبرعات. أبرز المظاهر اللي انت رصدتها برضو دي دلالة على حاجة، إن مفيش حاجة اسمها طيار ساخر بس موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، دايما بيبقى فيه توابع أو روافد للتيار ده. عندنا نوعين من المبادرات، المبادرة الداخلية اللي هي بقى اللي بتحصل من زمان ومن قبل الثورة، بس كانت بتعتمد على برامج التوك شو اللي هي تجميع البطاطين، وان انت تشوف الناس اللي هي محتاجه مأوى او محتاجه بطاطين، وبقى في دلوقتي تليفونات تتصل بيها تقول لها فلان عايز كذا. الحاجه الثانيه لفت الانتباه لقضيه اللاجئين السوريين. صحيح. وعموما اي الصور المؤلمه اللي تم تداولها للاجئين السوريين اللي بعضهم فقد حياتهم من البرد. ده كان زمان يا منى انت عارفه لازم تقرير في برنامج مسائي. صحيح. او تقرير في مشهد الاخبار دقيقتين عشان تشوفيه. صحيح. دلوقتي انت بتبقي قاعده فاتحه التايم لاين والحاجات دي بتجي لك لحد عندك. هل بتيجي، هل بيبقى في فعلا فكره التفاعل هنا اصبح ايجابي اكتر ولا سلبي؟ يعني الناس بعد من خلال ملاحظتك لما بتشوف المظاهر دي بتتفاعل معها بشكل ايجابي ولا بتكتفي بالتعليق والنكته والهزار او التشهير وخلاص؟ في الناس اللي بتهزر بس كويس، والناس اللي هي كده كده بتتفاعل ده موجود وده موجود، واعتقد ان الظاهره كلها يعني جوانب الظاهره بتلفت بعضها لبعض. يعني لو احنا عملناها بس تبرعات وان البرد بالنسبه لنا تبرعات، هتلاقي الاستجابه غير لما يكون الناس وسط ما بتهزر بتلاقي كمان انها ممكن تشارك في حاجه، فده موجود وده موجود، واللي بيتوقف في الاخر على فكره يبتدي يروح لحد الشتاء الجاي، اللي بتوصل مبادرات وارقام الناس اللي احنا ممكن نوصلها بسهوله جدا. عشان كده لا يمكن تجزئه مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها بس ان هي اللي طلعت الثوره او ان هي بس اللي فيها قله الادب السياسيه، او مفيش الكلام ده موجود وده موجود. محمد ككاتب ساخر انت اكتر التعليقات الساخره اللي لفتت انتباهها كانت ايه؟ لا هو بص السؤال ده لو بتاع ايه اخر نقطه سمعتها، بص هم كتير جدا، بس هو يعني
حتى الايفيه بتاع الكلسون اللي هو اتقال في التقرير دوت يعني ده كمان بقى قديم طول الوقت. شايفه الناس بتقول ان انا مش قادر هو اروح لحد البلكونه كويس، وانا النهارده كتبت يعني بتاعنا انا باب الشقه وحشني يعني. فهي الحاجات دي طول الوقت الواحد يعني ممكن انا بتاع باب الشقه ده ما اكتبوش من ثلاث ايام، بس لما الدنيا بتزيد انا بحس ان انا مش عايز مش قادر اخرج كويس. الدفايه بقى هي اللي بتشتكي مش احنا اللي بنلجا ليها. فطبعا طول الوقت ده موجود، بس الاصوات اللي اختفت بقى اللي كانت بتقول في اول يومين ان الجو حلو قوي يا جماعه في الشارع انزلوا واستمتعوا كويس، كان في الاصوات دي كانت موجوده كويس، ناس بتكتب البوستات دي دول اختفوا تماما غالبا ماتوا من البرد او كانوا تبع شركات ادويه يعني. ده واحد تبع شركه ادويه وبينصحنا ان احنا ننزل عشان خاطر النعيه يعني، لكن الدنيا الموضوع بيتجدد ودي الميزه بتاعت السوشيال ميديا يعني. وفي نكت بتبقى قديمه وفي نكت بتتعاد تاني بالكوميكس، فالموضوع دايما على كل الاحوال يعني الكلام بتاع الارصاد ان الجو هيتحسن وبعدين هتبقى في موجه برد جديده، اعتقد ده هيفجر موجه جديده من السخريه يمكن مفرده جدا اكبر من الموجه الاستاذ وحيد سعود طبعا، هو بيبقى نجم شهر يناير كل سنه طبعا. بنحيي الاستاذ وحيد سعودي وبنشكرك محمد عبد الرحمن الكاتب الساخر اللي علق على تفاعل مواقع السوشيال ميديا مع موجة البرد اللي بتشهدها مصر الآن، من موجة بردة إلى موجة حارة جدا ستشهدها مصر، وهي موجة الاستعداد للانتخابات. كيف يبدو الاستعداد للانتخابات في هذا الوقت؟ هل التوقيت اللي تم إعلانه توقيت مناسب من وجهة نظر الأحزاب السياسية؟ رغم أن المسألة كانت متوقعة، لكن هل استعدت الأحزاب؟ وهل انتهت خريطة التحالفات؟ أسئلة بطرحها على ضيوفي وزير الخارجية الأسبق سعادة سفير محمد العرابي والأستاذ زين السادات القيادي بتحالف تحيا مصر. انتظرونا بعد هذه الوقفة القصيرة. مرحب بحضراتكم من جديد. أخيرا تم الإعلان عن تاريخ محدد، إذا كان الجميع كان بيتحدث عن سقف زمني لانتخابات البرلمان فتم الإعلان عن يوم 21 و22 لإجراء الانتخابات البرلمانية. وبرغم التوقع هل نقدر نعتبر أنها كانت مفاجأة في بعض جوانبها؟ هل نستطيع أن نقول أن القوى السياسية في مصر مستعدة تماما لخوض هذه الانتخابات؟ وإيه استعداداتها؟ إيه ملاحظاتها؟ إذا كان الجدل لم يخفض حتى الآن من عن الحديث عن جوانب قانون الانتخابات، تقسيم الدوائر وما إلى ذلك، فهل ستخوض القوى السياسية هذه الانتخابات بمنطق الأمر الواقع؟ ولا سيجد في الأمر جديد؟ ماذا عن التحالفات السياسية التي أصبح عددها حتى عصيا على الحفظ؟ إلى أي مدى ستستطيع المنافسة في هذه الانتخابات؟ في هذا المساء بيشرفنا في الاستوديو سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس ائتلاف تحيا مصر، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. معنا أيضا الأستاذ زين السادات عضو المجلس الرئاسي لتحالف تحيا مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. برحب بحضراتكم من جديد وبسأل حضرتك، يعني لما نقول ان التحالفات اصبحت عصية على الحفظ، هل يعني ده بالنسبة لحضرتك ان المنافسة اصبحت اصعب؟ وهل بتوافق على هذا الكلام ولا لا؟ لا، هو في جهد يعني مقصود طبعا يعني، وهو وطني خالص لإقامة تكتلات تكون قوية وتكون متحدة في الفترة القادمة. يعني هي الائتلافات ممكن الناس تنظر اليها ببعض يعني النقد انها كتيره وان الناس بتنضم يمكن بيكونوا بعيدين حتى عن بعض في التوجه السياسي لحد ما، حتى في بعض الاحزاب تنطبق عليها هذه المقوله، ولكن في النهايه انا اعتقد ان الناس لازم تبارك مثل هذه يعني الخطوات، لان هي في النهايه احنا كنا بيعاب علينا ان احنا مشتتين وكل واحد في يعني في جزئيه كده لوحده. هو التحالفات دي كتيره بتعبر عن تجمع ولا عن تشتيت؟ لا، هي بتعبر عن تجمع، واعتقد انه التشتيت يعني هيكون بعيد تماما عن قصد اي حد فينا. انت قصدك تشتيت الاصوات يمكن؟ بالظبط. يعني هل التحالفات دي بتعكس تعدد؟ يعني بعض شايف ان كتير من التحالفات دي تكاد تكون متشابهه سواء في الاحزاب الموجوده فيها اتجاهاتها، لدرجه ان هو يصعب حتى على الناس فرزها وتصنيفها. لا شوفي، احنا دلوقتي في مرحله خلينا واقعيين، الناس يعني حته التوجهات والسياسات والبرامج والحاجات دي تاكدي ان هي مش موجوده على الساحه ولا في ذهن اي حد. الناس دلوقتي بتتعامل مع شخصيات، مع افراد، مع ناس هي تستطيع انها تثق فيها او تصنفها تصنيفات تخرجها عن دائره الاختيار.
هل معنى كده أن تعدد التحالفات هو عبارة أو ترجمة لصراع بين أشخاص مش بين قوى سياسية؟ تجميع الأشخاص، أيوة طبعا، تجميع الأشخاص بشخصيات بحيث أنها تستطيع تلقى قبول الشارع المصري اللي أصبح الآن عنده من الذكاء والقدرة على فرز من يصلح ومن لا يصلح. وبالتالي الموضوع كله بعيد تماما عن يعني العصبية الحزبية، وهو أنا تقديري كده أنه بيدخل في فكرة أن الناس بتبحث عن وجوه جديدة، بتبحث عن دماء جديدة، بتبحث عن شخصيات جديدة، عن شخصيات ما كنش عندها أي ماضي ملوث سواء كان في المال السياسي أو في الدم أو في غيره، وعايزين يقدموا برلمان جديد لمصر الجديدة. فهي الفكرة هتبقى كلها عبارة عن بحث عن أسماء وشخصيات. يعني البعض ممكن يقرأ هذا الكلام، وبشرف عنها الأستاذ زين، بعض يقرأ ممكن هذا الكلام باعتبار أن تعدد التحالفات هنا نتيجة الصراع بين أشخاص ما قدروش يتجمعوا في قائمة واحدة نتيجة الاختلاف على مين نمرة واحد ومين نمرة اثنين ومين نمرة ثلاثة، وبالتالي هذا ما أدى إلى تعدد التحالفات اللي هي ما بتعبرش عن تعدد أفكار. لا، خليني اقول لك الاول بسم الله الرحمن الرحيم ان هي كثره الاحزاب هي اللي ادت ان يبقى في تعدد تحالفات وتالفات، لان الاحزاب النهارده عدت المية. في منهم اللي فاهم وفي منهم اللي مش فاهم وفي منهم الكبير وفي منهم الصغير. فهي التحالفات دي جايه من هنا، ان احنا حبينا ان احنا نجمع بعض الاحزاب مع بعض، حبينا نجمع بعض الحركات مع بعض. على اي اساس يعني؟ هل بيكون في يعني انا لو شلت اسم كلمه تحيا مصر وحطيت بعض الاحزاب الاخرى الموجوده في تحالفات تانية، او حطيت التحالفات دي وحطيتها في قائمه اوسع، ايه يعني على اي اساس الناس هتميز هنا بين التحالفات دي؟ هي تقارب وجهات النظر ما بين الناس وبعضها، هو ده اللي بيعمل نوع من التحالف مع بعض. ما بيتحالفش اتنين ضد بعض او ما بيتحالفش اتنين عكس بعض، برغم ان احنا شايفين في المشهد النهارده ناس ما تمشيش مع بعض خالص، ولكن يعني عملوا نوع من التحالف، تحالف عشان يوصلوا الهدف. بعد ما يوصلوا الهدف محدش يعرف ايه اللي هيحصل بعد كده، لكن النهارده لقينا في ناس ما تمشيش مع بعض خالص لكن هم تحالفوا مع بعض، زي ما بيقول لك انا اتحالف مع الشيطان لحد ما اوصل للهدف بتاعي، فهو ده اللي بيحصل النهارده. اللي هو باب البرلمان. دي حقيقه، ده اللي بيحصل النهارده، ان في بعض التحالفات من اجل القوائم، تحالفات مشبوهه، تحالفات تعبانه، تحالفات يضغى عليها المال، يضغى عليها السؤال، يعني ان هم عايزين يعملوا لنفسهم وضع اجبار في الدوله. معرفش هذا موجود من تأييد من الدوله ولا ده تأييد ولا هم بيعملوا كده. هل بتقصد تحالف بعينه؟ لا، انا بتكلم على في اتنين تلاته تحالفات في الوضع السياسي وفي الشارع السياسي النهارده، محدش فاهم حاجه، كل واحد يطالع يقول لك انا التحالف ده اصل ده اللي الدوله معضداه، اصل ده اللي الدوله مأيداه، اصل ده اللي الدوله ماشيه وراه. الموضوع بقى سخيف وبقى دمه تقيل قوي قوي، وانا اعتقد ان لازم يحسم هذا الموضوع ويطلع حد يقول من الدوله ان الكلام ده احنا مالناش دخل بيه، اللي يقول يقول، لكن الدوله ليست وراها شيء. هل حضرتك بتلمح ان في بعض القوائم يعني بتقول بالفعل او بتقول انها هي القائمه المدعومه من قبل الدوله؟ انا احنا بنسمع كده، احنا بنسمع كلنا ان في ناس كتير بتتكلم في هذا القصه، واللي يقول لك جهات سياديه بتقول لنا، واللي يقول لك جهات مش عارف ايه بتقول لنا، بقى الموضوع فيه هرتله وكلام كتير ملوش اي معنى. ده بيؤدي نوع من الفوضى السياسيه، وبيؤدي نوع يعني تفكيك الفكر السياسي والفكر المجتمعي في مصر. احنا عايزين النهارده ان احنا نجتمع كلنا على مبدا واحد اللي هو مصر وحب مصر، وان احنا نفني حياتنا عشان مصر، او ان احنا نعمل لصالح البلد دي. طيب يعني الحقيقه ان استخدام اسم تحيا مصر في حد ذاته ممكن البعض يعتبر ان حضراتكم بتقولوا ان انتم اللي بتمثلوا الدوله باعتبار ان ده كان شعار حمله الرئيس الانتخابيه، فممكن البعض يقول نفس الكلام اللي بيقوله الاستاذ زين على تحالفكم. اتقال كده فعلا، لكن احنا قلنا يعني بصريح العباره كده في الاول، احنا لسنا ظهير سياسي لاحد، احنا يمكن ندعي ان احنا ظهير سياسي للشعب المصري. وتاني حاجة، احنا قلنا ان احنا لن نكون ابدا عبء على اكتاف الرئيس، وندعي ان احنا قريبين منه. احنا ملناش اي علاقة بمؤسسة الرئاسة، احنا اخترنا هذا الاسم لانه اسم بيلقى قبول عند الناس، واسم يعني له صدى جيد. والآن ما حضرتك احنا هنخش في ائتلاف جديد الاسبوع القادم، واسم تحيا مصر هيتراجع شوية، هيبقى نداء مصر تحيا مصر. يعني ده ائتلاف مع تحالف ثاني فعلا موجود مع مصر، اللي هو نداء مصر. فاحنا يعني احنا متمسكين بالاسم طبعا، لانه اسم بيعبر عن نبض الشارع لو تحيا مصر، وكل الناس بتردده. لكن احنا قلنا في مناسبات عده
ومش عارف ليه الناس مش عايزه تقتنع بالكلام ده. احنا لسنا ظهير سياسي لاحد، ولسنا عبء ولا ندعي ولا نكون ولا نرضى حتى ان احنا نكون عبء على اكتاف مؤسسه الرئاسه. يعني ايه اللي بيخلي حزب او تحالف تحيا مصر تحالف مختلف عن التحالفات الموجوده؟ يعني لو حضرتك بتقدم نفسك كرئيس لهذا التحالف، تقدم هذا التحالف للناخب، ايه اللي يفرقه عن اي تحالف من التحالفات الكتيره اللي لسه الناس حتى ما حفظتش اسمها؟ يمكن حاجتين. الحاجه الاولى ان احنا بدانا بالعمل على الارض، يعني احنا ما اتكلمناش كتير، احنا اشتغلنا على الارض وفعلا رحنا احدى القرى في الفيوم اسمها قلم شاه، ورحنا قعدنا مع الناس وشفنا ايه المشاكل اللي عندهم هناك، لقينا ان مشاكل الصرف الصحي هي المشكله الاساسيه. وفعلا قدرنا ان احنا بالتواصل مع شركه يابانيه هتقدم منحه، مشروع منحه للقريه ديت في اقامه مشروع للصرف الصحي. فاحنا بدانا بالطريقه الاخرى، مش بالشعارات ولا بالخطب السياسيه ولا المؤتمرات، لكن بدانا بان احنا رحنا قعدنا مع الناس، ايه مشاكلكم كذا، طيب نقدر نحل لكم الموضوع ده. تاني حاجه ان احنا حريصين جدا على ان ما يكونش في يعني معانا اي يعني تكتل او اي مجموعه لا هي تعيد للاذهان بعض مظاهر مثلا فساد سياسي او تلوث بالدم او خلافه. يعني احنا بنحاول ننشئ الفلول والاخوان ما يعني يطلق عليهم. انا ما بحبش كلمه فلول دي، لكن هي الفكره ان ايه، ان احنا بنحاول ننتج منتج جديد يكون يعني الشعب يتقبله بشكل يعني انا اعتقد الناس محتاجه حاجه جديده. هو ده اللي احنا بنلعب عليه او بنشتغل عليه في الفتره القادمه، ان احنا بنقدم الشخصيات كلها تعتبر. يعني الحقيقه لو انا استضفت اي تحالف اخر ممكن يقول برضو نفس الكلام، ان هو مختلف وان في شخصيات وانه في ناس بدات بالفعل تتواصل وتنزل الى القرى وتعمل ده، يمكن ده قالوا في دعايتهم اكتر من تحالف. حتى في اسلوب العمل على الارض، ايه اللي بيفصل بين تحالف وبين تحالف، بين قوى سياسيه وبين قوى سياسيه؟ هنرجع بقى هنا للشخصيات بقى. ان في احنا الشخصيات اللي معانا كلها شخصيات ثقه. يعني لما بنروح مثلا نزور قريه ويكون ابن القريه مثلا هيمثلها في الفتره القادمه هو اللواء نجيب عبد السلام مثلا قائد الحرس الجمهوري السابق، فانت كده بتتكلمي مع شخصيه له شعبيه فعلا موجوده هناك ومش محتاج حتى دعايه علشان يقدر يعبر. يعني هل الشخصيات بيكون يعني ممكن اذا مثلا اي من الشخصيات المهمه واللي بتحظى بشعبيه في دوائرها اجتذبها حزب اخر او تحالف اخر، فهل المساله هنا هتبقى صراع على الشخصيات؟ لا ابدا مش صراع. هو حضرتك احنا في النهايه يعني حسب تقديري ان البرلمان ده جاي عشان يوحد الامه، مش جاي عشان يقطعها. لكن واضح طبعا من المشهد الان انه هي بتتقطع نتيجه الهدف اللي هو الاستاذ زين قال عليه، الوصول للبرلمان. واضح ان احنا بنتشتت اكتر منا من متوحد، لكن احنا كائتلاف احنا بالعكس احنا مفتوحين لاي حد يحب ينضم الينا، طبعا بشروط معينه، مش اي حد معدي هيخش معانا. وفي نفس الوقت احنا مستعدين كمان احنا نخش مع حد. يعني احنا مثلا ممكن قائمه من القوائم نرى فيها ان هي فعلا بتلبي الشروط اللي احنا بنقولها دي، فننضم اليها ونأتلف معاها. اي حد ولا في علامات اكس على بعض هؤلاء الحدود؟ لا أنا احنا شوفي هقول لحضرتك حاجه، انت في لعبه السياسه اولا انت لا تهرولي وراء احد، ولكن بتلتقي مع الشخصيه اللي هي تقترب منك في الفكر وتستطيع ان انت تتعاملي معاها. لانه فكره المحاصصه مثلا دي بتاعت الاحزاب دي احنا رافضينها، في قوائم برضو رافضاها، فليه احنا ما نخشش معاه؟ يعني قائمه الدكتور عبد الجليل مصطفى مثلا هو رافض فكره ان عشان انا مثلا في حزب كبير يبقى ليا مثلا 12 مقعد في القائمه او خلافه. هو رفض هذا الكلام، فاحنا برضو عندنا نفس المنهج ده، فاحنا نقدر يبقى في مستقبل لعلاقه في الفتره القادمه مع قائمه مثل هذه القوائم. انا اديني صرحت لك يعني بالقائمه اللي احنا ممكن نشتغل معاها، لكن القوائم قائمتين نداء مصر حضرتك بتقول، لما نداء مصر ده هيبقى ائتلاف هنشتغل فيه احنا كاننا كيان مستقل، لكن احنا مستعدين لاستقبال اي جديد او واحد عايز يخش معانا او كيان، وفي نفس الوقت احنا مستعدين ننضم الى كيان اخر، بس مش اي كيان. ايه بقى الكيان اللي مش مستعدين للانضمام اليه؟ لا هو حضرتك هي فكره ان احنا يعني مش هنخش عشان نتصارع على اماكن، لكن الدكتور قائمه الدكتور عبد الجليل هي الحقيقه يعني فيها ميزه ان هي فيها كده قدر من الانسجام، وحاطين هم شروط موضوعيه لاختيار النائب اللي هيخش في القائمه. بعدين انا عندي او يعني الائتلاف مش انا يعني احنا بنقول ان القوائم دي لازم يكون فيها على الاقل 60% شباب.
هل القوائم الاخرى هتقترح او هتنسجم مع المبدا بتاعنا؟ هل فكره يعني فكره انك تحط حضرتك نسبه محدده لعدد الشباب، يعني حضرتك شخصيا نفيت قبل كده قلت ان مفيش صراع اجيال على ما يبدو في ال طبعا انا ضد فكره صراع الاجيال. النسبه المحدده دي مش بتعمق صراع الاجيال؟ لا بالعكس، دي هتعمق تواصل الاجيال. لان هو حضرتك انت لما هتحطي المراه يبقى معظمهم في سن الشباب، الشباب طبعا شباب متحدي الاعاقه. الشباب انتوا عاملين الحد بتاعه كام سنه؟ لا يعني ممكن مثلا واحد عنده 40 سنه او 45 سنه احنا هنعتبره شباب بمقارنه بسني يعني. فانا الشباب عندي مفتوحه شويه، فالمراه هتبقى شباب، طبعا الشباب خلاص، متحدي الاعاقه، المصريين في الخارج، الاقباط، كل ده هنحاول ناخد ناس سنها صغير. لكن هذا لا يعني ان انت ال 20 واحد الاولانيين اللي هم الشخصيات العامه، لا طبعا دول لازم يكونوا من ذوي الخبره وكبار السن اللي هم هيقدروا يقودوا هذه المجموعه. لكن انا مش هعمل برلمان كله شباب، مش هتمشي الامور كده. انا عايز اعمل يعني يكون برلمان فيه ناس كمان، يعني الوظيفه التشريعيه القادمه دي تتطلب منك ناس عندها خبره في التشريع، ودول مش كتير في مصر. عشان يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله الحقيقه برضو بيعكس يعني برضو صراع موجود والجدال موجود في الشارع المصري. ناس شايفه ان قوائم الاحزاب بتسيطر عليها اسماء يعني موجوده تقريبا في برلمانات وحكومات سابقه بقالها فترات طويله، ويمكن ده خيب امل الشباب، كانوا بيتمنوا يبقى ليهم تمثيل في المقدمه مش بس في مؤخره القوائم باعتبار ان هم. انا معاك وبقول لك اهو بحذر ان فعلا نتائج الانتخابات البرلمانيه ممكن قوي تكون مخيبه لامال الشباب اللي عنده، اللي احنا قعدنا برضو احنا غلطنا، احنا قعدنا نقول الشباب الشباب واحنا مش عندناش اي تعريف ايه هو مطلوب ايه من الشباب. احنا ما يعني احنا ما حطيناش يعني هو يعني الدوله المصريه لازم الاول تفكر في فكره ان انت الشاب ده عايز ايه، اكل العيش الاول مش السياسه. السياسه مش هتاكل عيش، يعني دخول البرلمان مش هو ده اكل العيش، لازم يكون كل واحد في الشباب عنده مهنه ووظيفه بيرتزق منها، بعدين بعد كده يبتدي يفكر في دخول معترك السياسه اللي هو معترك قاسي جدا. وانا يعني انا بقول لهم يعني الموضوع مش موضوع ان انت تبقى فرحان بنفسك وعندك الغرور الكافي ان انت داخل البرلمان، لا ده موضوع قاسي جدا، وهتشوف ان انت هتمر بتجارب يعني يمكن يعني يقول لك ايه تندم ان انت هتضيع شبابك فيها. ممكن ده يخليني اسال، هل انتوا عندكم برنامج محدد لتاهيل كوادر سياسيه من بين الشباب؟ ازاي بتاهلوا الشباب اللي انتوا هتحطوهم على قوائمكم في التحالف؟ طب معمول طبعا نظام وسيستم للتدريب للشباب الفتره القادمه والتوعيه الكافيه ليهم عشان يقدروا يخشوا. لكن انا كنت عايز اقول لحضرتك بالنسبه للضوابط الانتخابيه، احنا النهارده لازم يكون هناك ضوابط تحمي الـ 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 الانتخابات القادمه من الطابور الخامس اللي احنا شايفينه عمال يصرف يمين وشمال واحزاب ما احناش عارفين لها. هتقصد مين بالطابور من الاخر في السوق؟ ناس كتير قوي عماله تعمل، لازم الدوله تعمل ضوابط. ما ينفعش ان انا اشوف ناس عماله بتصرف يمين وشمال وما احناش عارفين، وبعدين بعد ما يصرفوا وبعد ما يطلعوا وبعد ما يخشوا يجوا يقولنا ايه ده احنا اهو سجلنا لهم وكانوا وكانوا وكانوا. طب ما نمنحهم من الاول. يعني لازم يكون في هذا الفكر. برضو انا عايز اعرف مش عايز بتقصد أنا يعني ايه الضوابط او التعريف اللي انت ضوابط المال وصرف المال والمناقشات والحوارات الغير قانونيه اللي بتحصل عشان ما يحصلش زي اللي فات قبل كده، التسجيلات اللي طلعت علينا والكلام اللي طلع علينا قبل كده وقال لك احنا كنا بنسجل لهم. طب ما تمسكوش ليه لما كانوا بيسجلوا له؟ فاحنا عايزين من دلوقتي بنناشد الحكومه والناشد المسؤولين علشان العمليه الانتخابيه تطلع عمليه نظيفه 100%. ما دام انتوا بتراقبوا الناس وما دام انتوا بتاخدوا بالكم من الناس، وده حق ان احنا ناخد بالنا من اللي بيحصل في مصر. حضرتك بتقر فكره التسجيلات؟ لا انا بقر ان انا اي حد عليه غبار لازم يتراقب عشان مصر، احنا خايفين على البلد. مش عيب ان انا راقب واحد. مش قلقان حضرتك من فكره التوسع في التسجيل والتوسع؟ لا لا لا, لا اللي خايف اصل بص حضرتك النهارده انا لو ماشي كويس مش هخاف يسجلولي ما يسجلوليش مش هتفرق معايا. الخصوصيه والمصونه بالدستور يعني الى حد ما الخصوصيات ما حدش بيتكلم فيها، لكن احنا بنتكلم في حته ايه ان النهارده ما هو ما ينفعش يجي بعد كده يطلع عليا يقول لي اصل انا كنت بسجل له وبعدين يجي يمسكه. طب ما تحوشوا من الاول، ما تدخلوش من الاول. حضرتك فاهم قصدي المنظور اللي انا بفكر فيه؟ لا انا مش عايز تحصل. انا بحاول افهمه في اطار النص القانوني اللي انا عارفاه. لو حضرتك عندك تحديد انا مش عايز تحصل انا مش عايز تحصل نفس المشكله اللي حصلت، ان ناس دخلت وبعد ما دخلت وبعد ما ظهرت وبقت في المشهد السياسي طلع لها تسجيلات. لا يعني أنا يعني اذا في شخص مشتبه فيه
يعني نفترض ان في طرق لملاحقته قانونيا والاستخراج طريقه التسجيل اذا في قرائن بتاعته يعني من الاول انا لازم ابعده اشوف ايه غلطاته ايه اخطائه وابعده من الاول ما دخلوش في المشهد السياسي ولا في انتخابات ولا نجحف بالناس في مشاكل مصر في غنى عنها خالص. طب انا عايز اسال هنا على نقطه تانية، يمكن تعبيرات او مصطلحات او حتى كيانات لم تكن معروفه بالنسبه للشارع على مصر. احنا بنتكلم دلوقتي عن تحالف وعن ائتلاف وعن تنسيق وعن مصطلحات كتيرة يمكن مش واضح العلاقة بينها عند الناخب. لما أنا أجي أقول مثلا أن تحالف تحيا مصر يتآلف أو يأتلف مع تحالف آخر ويتحالف مع حزب معين، يعني إيه الفروق اللي حضرتك هنا بتشوفها وبتحب أنك تأكد عليها بالنسبة للناخب؟ هو الأول بس بالنسبة للشباب، احنا يوم السبت القادم إن شاء الله هنعلن في مؤتمر موسع، يعني مؤتمر صحفي كبير عن خطة فعلا لتدريب الشباب، ودي خطة مدروسة ومكتوبة وهتعلن على يعني على الرأي العام إن شاء الله يوم السبت الجاي بإذن الله، عشان نحط الإطار المظبوط لتدريب الشباب. وفي حاجات كتيرة حقيقة وزارة الشباب بتقوم بدور كويس قوي اليومين دول في تدريب الشباب، وأنا شاركت في كذا مؤتمر في أقاليم مصر مش في القاهرة، بره مصر، وبعض الجامعات ابتدت برضو تفكر في حاجة زي كده، زي جامعة طنطا عامله برضو برنامج. ففي ناس بتحاول تعمل حاجه بس يمكن الاعلام مش مهتم بيها. بالنسبه بقى للالفاظ والسياسيه اللي احنا شفناها الفتره اللي فاتت، حضرتك انت ترجع للدستور، الدستور يعني اقر ان في حاجه اسمها ائتلاف ما بين احزاب وشخصيات عامه بحيث انها تستطيع انها تقود الانتخابات القادمه، وكله حتى يعني تم تحديد ان انت ما تقدريش تتحركي من مكان الى اخر، هتفقدي عضويتك اذا انتقلتي من حزب الى اخر او من كشخصيه عامه دخلتي حزب. فالائتلاف ده نص دستوري وموجود واحنا شغالين، يعني احنا اي حاجه بنعملها بيبقى في عندنا مستشار قانوني بتاعنا بيقول لنا ايه بالظبط الالفاظ اللي احنا نختارها وكيف ان احنا يعني نضع نفسنا في اطار شرعي تماما في التحرك القادم. هل ممكن تنسق حضرتك مع احزاب او مع قائم اخرى حتى لو انتم مختلفين معاها في اطار يعني تنسيق في دوائر بعينها في اماكن بعينها؟ لا، هو حضرتك انت عندك اربع قوائم، اذا عجزنا وانا اعتقد ده مش هيحصل في ان احنا يعني نغطي الاربع قوائم، فمن المؤكد ان احنا ممكن ننسق مع ائتلاف اخر او قوائم اخرى في الاماكن اللي احنا ما نعرفش يعني ناخد فيها القائمه بتاعتنا مش هتفوز خلاص، فهنندمج في قائمه اخرى احنا ضامنين فيها الفوز، او هيكون فيها بعض الشخصيات ممكن تخش مع القائمه الثانيه. لكن في قوائم من المؤكد ان احنا يعني نستطيع ان احنا نحصل عليها، يعني مش هقول لك في اماكن فين، لكن القوائم مثلا زي القاهرة والمحافظات اللي حواليها ممكن يكون عندنا يعني قوة فيها ديت نسبية، في حاجة حتة تانية أكيد هيبقى عندنا ضعف نسبي فيها. هل ممكن ننسقه مع قائمة الدكتور كمال الجنزوري؟ لا، ما أعتقدش إن احنا هيبقى في تنسيق، يعني مش يعني مش أنا بنفي خالص، لكن أنا بقول هم واخدين سكتهم وشغالين بطريقة وأسلوب واحنا شغالين باسلوب اخر. الاسلوبين في الاخر هدفهم مصر، هدفهم ان احنا نفرز نواب شعب او نواب للبرلمان القادم يكونوا على مستوى الفكر والعلم، وازاي ان احنا نقدر نتقدم بمصر في الفتره القادمه ديت. اعتقد ان القائمتين دول فيهم نفس المفهوم وفيهم نفس يعني الوضوح الكامل لهذا الموضوع، فما اعتقدش ان احنا ممكن الا اذا هو يعني كان عندهم شويه قصور في حاجات وحبوا ان احنا نساعدهم، طبعا احنا مش هنتاخر عنهم ونقف جنبهم طبعا وكل حاجه، لان الدكتور كمال ده راجل قامه يعني ولازم نساعدهم، يعني مفيش مشكله. بس حضرتك لو حبيت توصف هذا التحالف، تحالف تحيا مصر، نقدر نعتبره تحالف احزاب ولا تحالف شخصيات مستقله؟ لا، هو حضرتك في احزاب وفي حركات، يعني ما انا حركه، رئيس حركه، حركة واحد الصف مصر العرب، وفي شخصيات مستقلة وفي نقابات، احنا معانا نقابات ومعانا يعني معانا ناس كتير وناس كلها محترمة وناس يعني ذو سمعة طيبة جدا. قبل يعني شوية يمكن عرضنا تقرير صغير كده النهارده، كان في ما يطلق عليه تحالف الشباب القبطي أعلن عن إنه هو هيخوض الانتخابات. هل حضرتك مع فكرة إن يكون في تحالفات نوعية على أساس الدين والجنس والسن، ولا مع فكرة اندماج التركيبات دي بكل الأشكال في القوائم والتحالفات الموجودة؟ لا، أنا في جميع الصور برفض دخول الدين في السياسة. أنا ما بحبش دخول الدين في السياسة، أنا أحب
الدين مكانه معروف في الجامع وفي الكنيسة، نقعد براحتنا فيهم ونعمل اللي احنا عايزينه. السياسة لها شريحها ولها مجلس النواب ولها طرقها كتيرة، لكن انا ما احبش اخلط ما بين الاثنين. احب اللي بيشتغل في الدين يشتغل في الدين براحته وياخد راحته خالص بحرية كاملة جدا، اللي بيشتغل في السياسة يشتغل في السياسة. يعني حضرتك ترفض ان يخوض الاقباط الانتخابات تحت قوائم لها لقب مسمى الاقباط، زي ما بترفض ان الاحزاب الاسلامية تكون موجودة؟ ده مش دستوري حضرتك، ما ينفعش ان انت تبقى في قائمة قبطية بس، هم لهم جزء من قائمة. عايزين يخشوا فردي طبعا وماشي، مقاعد فرديه، واحنا يعني هنساندهم اذا كانوا تبعنا تبع الائتلاف بتاعنا، وعندنا ناس هتخش فردي هنقف وراهم طبعا وهنساندهم. لكن هو يعني ايه يعمل قائمه قبطيه؟ مع احترامي يعني للفكر، اذا كان هل يمكن يكون فكره اصلا تدعيم مزيد من مقاعد الاقباط زي مثلا في اتحادات نسائيه بتعمل ده؟ هل ممكن نعتبره؟ في حرك دستور هنمشي عليه، مفيش حد يعني ده مجال الفتو يعني ان احنا نفتي او نخترع دلوقتي، انتهى خلاص. ف نرجو ان الناس كده ايه تهدى ونمشي على اللي احنا وافقنا عليه. ولهم مكان في كل حته، الاقباط لهم مكان في كل حته، ده بالعكس ده احنا الائتلاف عندنا احنا بنشجع الاقباط وبالذات حتى على الفردي الشباب يعني وهندعمهم. فالامور مش محتاجه يعني ان احنا شاب اهو بس مش قلت ما انا برضو عايزين يعني نشوف برضو الشباب وشباب القلب موجود ليه واكيد قايمه ما هو شباب لا ما هو خدي بالك هو انا لازم نحط برضو في مفهوم جديد في الناس، في ناس عواجيز بس شباب وفي شباب عواجيز عشان تبقى عارفه. ما الحقيقه الشباب المصري بيسيطر عليها شباب القلب بقى لها فتره طويله. فانا عايز برضو ارجع تاني للاستاذ زين، اشار الى قبل شويه لفكره ان هناك من يتحالف حتى مع الشيطان لدخول الى باب البرلمان. السؤال الذي لم يطرح الآن على معظم هذه التحالفات، ماذا بعد دخول البرلمان؟ يعني حضرتك القائمة التي تتزعمها والتحالف الذي تتزعمه هو تحالف غير متجانس، أحزاب، حركات، شخصيات مستقلة. بعد ما هذه الشخصيات اللي ينجح منها البرلمان، هل في مظلة ما أيديولوجية أو فكرية هتدعمها؟ يعني إيه الكيان اللي هبيضمها بعد كده الناجحين منها في البرلمان؟ هو ده حسب بقى حركة التصنيف اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي. في حاجة اسمها ائتلاف انتخابي وفي حاجة اسمها ائتلاف انتخابي سياسي. يعني بعد ما هنخش البرلمان ان شاء الله يبقى المجموعه ديت اللي نجحت تبع هذا الائتلاف هتعمل هيئه برلمانيه خاصه بيها، يبقى ده ائتلاف سياسي داخل البرلمان. وهو ده اللي احنا بنراهن عليه، ان مفيش حاجه ولا تبقى فوضى سياسيه، عشان حضرتك تبقى عارفه لو كل واحد دخل خلاص انا قعدت على كرسي البرلمان ماليش دعوه بقى بالمجموعه اللي انا دخلت معاها دي، اذا انت بتنذري بفوضى سياسيه والبلد مش هتتقدم. هل فعلا البرلمان اللي جاي هيكون برلمان اقليات زي ما البعض بيصوروا؟ لا مش اقليات، لكن ما فيش اغلبيات، في اكثريات هتبقى في اكثريات يعني في ظل هذا العدد الكبير من التحالفات والقوائم وقانون انتخابات البعض ما زال بينتقده وتقسيم للدوائر البعض بينتقده، هل حضرتك تصور ان هيكون في ما يمكن ان يطلق عليه اكثريه؟ ما يعني اكثريه حضرتك يعني معنى ايه؟ ان هيكون مثلا في كذا كيان عندهم مثلا 40 30 مقعد وهكذا، دي تعتبر اكثريات لكن مش اغلبيه، لان هم ما فيش حد عدى ال 50 زائد 1 ما فيش حد هيعدي. ده مش هيشكل معضله بالنسبه لتشكيل الحكومه اللي بعد البرلمان؟ طبعا هيحصل معضله طبعا، وعشان كده يعني اذا لما يتم الاتفاق على مرشح بيرشحه رئيس الجمهوريه الاول في البرلمان، ده اعتقد هيدخلنا في بقى للاسف متاهه سياسيه قد تعيق تقدم هذه الدولة. لأن اللي أنا أقدر أقوله لك أنه أولا ما فيش حزب من اللي داخلين أو التكتلات اللي داخلة دي عندها قدرة أنها تعمل حكومة، ما عندهمش كفاءات ولا شخصيات تستطيع أنها تشكل حكومة. فلازم رئيس الدولة عندما هيختار شخصية ما لتشكيل الوزارة، ده هيكون بالتعاون مع الأعضاء يعني الأعضاء، كل واحد هيحط التشكيل او القدرات اللي عنده اللي تستطيع انها تسهم في مجال ما. هل يعني فكره تشكيل الحكومه بس هي اللي هتبقى المعضله ولا اقرار بعض القوانين؟ طبعا يعني اذا كان لدينا كتل هتبقى معظمها غير متجانس، تفتت في يعني مش هيوجد ما يمكن ان نطلق عليه كتله يسار او كتله يمين، فبالتالي حتى اقرار بعض السياسات هيبقى فيه مشكله كبيره. انا مع حضرتك ان ممكن تبقى فيه مشكله، بس حضرتك لاحظي ان المستقلين كتير، يعني المستقلين 420 أي لما اجي اتكلم الفردي مثلا عن كلام عن قانون ضرائب مثلا الفردي وانا عندي قوه ليبراليه وقوه يساريه، مين اللي هيبقى انتصر؟ اي نظر خلي بالك القوائم كلها 120، الفردي 420 اللي هم نازلين انتخابات. لازم الناس اللي هتبقى نازله دي
ننتقي منهم. يعني لازم الناس وهي بتختار تنتقي الناس دي، عشان زي ما قلت لحضرتك الفتره القادمه محتاجه ان اللي يخش في البرلمان ده لازم يكون انسان معروف مين هو، ايه تاريخه، ايه حكايته، عشان ما يتسللش حد من الابواب الخلفيه ويخش عن طريق اي حد. حضرتك شايف ان نظام الانتخاب في هذه الانتخابات في هذا البرلمان هتنتج بالفعل افضل العناصر زي ما حضرتك شايف؟ اتمنى هذا، وانا انا انا شايف ان ممكن يبقى ان الفردي المستقل من غير احزاب لو نازل فعلا بهدف ان هو يعمل لخدمه مصر. ما هو الهدف ده يعني في النيات ولا يعلمه الا الله. نيه كل الناس، انا واحد من الناس، انا نيتي كده، ما اعرفش نيه بقيه الناس ايه، لكن يعني انا بقول لحضرتك لو نيه الناس كلها ان هي تنزل والشخصيات كويسه، مين عارف يمكن المستقلين دول يطلع واحد او يبرز واحد ذو شخصيه قويه قياديه يتفقوا عليه ويبقى هو رئيس الحكومه. مش لازم من مش لازم من القوائم. اذا كانت الاحزاب السياسيه لم تستطع ان تتفق على تحالفات اقل في ظل صراع على القوائم، ازاي نتصور انها ممكن تتفق على شخصيه واحده لرئاسه الحكومه من داخل الاحزاب؟ ممكن المستقلين يبقى عددهم اكثريه يعني ممكن يبقوا لو عدوا 300 ولا 350 خلاص هيبقى امر واقع، والناس هتاخد بالاغلبيه في البرلمان، مش هتاخد بال 120، هتاخد بالاغلبيه. البعض الذي تخوفات من فكره ان ما يمكن ان نطلق عليه وبين قوسين حيكلك ان تتحفظ على الكلمه تشرذم القوى السياسيه وانقسامها لعده تحالفات كثيره بعضها متشابه، ممكن ده يكون يؤدي الى ان الاكثريه تكون من الاحزاب الاسلاميه. ما هو انت مش هتجيبي حاجه من كوكب اخر، ما هم اللي موجودين هم عارفين بعض. يعني الاحزاب عارفه بعض والحركات عارفه بعض، فهم كله اللي بيتفق بياخد ده من ده وده من ده. هل لديك مخاوف ان الاحزاب الاسلاميه تسيطر على البرلمان اللي جاي؟ لا 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 خالص، الاحزاب السياسيه دي الاسلاميه انا مش شايف لها اي وجود في الوقت الحاضر، ولكن ممكن يتسرب منهم ناس. طبعًا. وانا بقول لحضرتك ما هو لازم يكونوا موجودين باعتبارهم جزء من الشارع السياسي، بس النسبه قد ايه؟ اتوقع ان هيتسرب، والنسبه ما اعتقدش انها هتزيد باي حامل احوال عن من 5 لـ 10% من اجمالي البرلمان، لان دول يعني برضو هم فصيل سياسي. بس انا عايز حضرتك بتتكلم عليه ده اللي هو الاسلامي دوت المعتدل. يعني انا لما الاقي اسلامي معتدل ودخل في مجال السياسه مش هزعل ومش هقلق ومش هتضايق، لكن الاقي بقى واحد متاسلم ويعمل مشاكل، لا هنا بقى المشكله، وهنا بقى ان احنا لازم نواجه هذا الموضوع بمنتهى الحزم. مش حضرتك اللي بتختار يا فندم، اللي هيختار ان في انتخابات وفي ليها قوانين اخرى بتحكمها. لا بس انا كنت عايز يعني اقول نفس الكلمه اللي انت هتقوليها دي. الشعب المصري هيفاجئنا برضه بحل عبقري، هتشوفي انه احنا كلنا عندنا تخوفات دلوقتي، بالعكس تصل الى حد التشاؤم احيانا، ولكن انا اؤكد لك ان الشعب المصري هيحسن الاختيار هذه المره. انتهت بقى فكره السكر والزيت ومش عارف ايه والحاجات ديت، وهتشوفي ان الاختيار فعلا، احنا لفينا كتير في المحافظات على فكره في الايام الاخيره ديت، وشفنا قد ايه الناس عندها اولا احساس باهميه هذا البرلمان، وان هم مقبلين على الانتخابات. انا كنت عندي تخوف ان الناس هتبقى عندها عزوف وما يروحوش اللجان الانتخابيه، يعني لا الناس هتروح. يمكن الشباب عنده كمان رغبه كبيره جدا في المشاركه في الانتخابات القادمه، وبالتالي انا اتوقع ان هيكون في مفاجاه ايجابيه مش سلبيه، مفاجاه ايجابيه عن تدل على ان المصريين احنا شعب مسيس تماما الان، وتستطيع ان تثقي في اختيارات المصريين في الفتره الحاليه. ده على مستوى الناخبين حيث تتوقع المفاجات، هل تتوقع مفاجات بقى على مستوى المرشحين؟ هل تتوقع ان هيحصل اندماجات اكتر مثلا؟ هل هذا العدد الكبير من التحالفات والقوائم ممكن نقول ان هو هيتصفى قبل الانتخابات لعدد اقل؟ اعتقد هذا، اعتقد ان الاسبوع القادم هيكون في شغل او يعني حميه كده هتحصل ما بين هذه ما بين يعني التكتلات السياسيه والاحزاب. اعتقد ان احنا نصفى مثلا على 4 قوائم او يمكن ممكن تبقى 3 كمان. ده هل تقدر تقول لحضرتك ان تاريخ الانتخابات يعني كده في احساس ان احنا دخلنا في الجد بعد ما اعلن تاريخ؟ دخلنا في الجد، واعتقد ان التوقيت كمان مناسب جدا لإحنا يعني الإعلان عنه، لأن أنا طبعا بخبرتي الخارجية أقدر أقول لك إن العالم كله كان منتظر إعلان التاريخ ده. وحكاية بقى إنه قبل المؤتمر أو بعد المؤتمر، المهم إن أنت أعلنتي جدول زمني محدد وصارم وهتنفذيه، هو ده الأهم، مش حكاية المؤتمر الاقتصادي، يعني مش هو ده المحك. لا مش مربوط. واحنا برضو عايزين نستغل خبرة حضرتك الخارجية واعتبارك موجود معنا النهاردة، وما قدرش نتجاهل هذه المسألة واسألك عن التحركات السياسية الخارجية وتقييم حضرتك ليها في هذه الفترة.
الحقيقه اقدر يعني ادعي واقول انه مصر يعني بتعيد صياغه سياسه خارجيه ايجابيه نشطه فعاله على مستويات استراتيجيه، مش بس مستويات تكتيكيه، بالعكس بتفتح محاور استراتيجيه جديده تهتم بكل المفاصل اللي تؤثر على الامن القومي المصري، ليبيا، القرن الافريقي، دي كلها مناطق، اثيوبيا طبعا موضوع الميه. وبالتالي انا اقدر اقول لك انه ده انا كنت متوقعه، انه السياسه الخارجيه المصريه بتسير يعني في شكل تصاعدي، في تحديات كبيره جدا امامها، ولكن كل خطواتها حتى الان كانت مدروسه واتت بنتائج. يمكن الجمهور العادي مش هيحس بيها، لان السياسه الخارجيه هي تراكميه، ما ينفعش بكره هلاقي نتيجه على طول، لكن انا اقدر اؤكد لك واطمنك اقول لك ان السياسه الخارجيه المصريه بتسير بشكل تصاعدي، وفي تنسيق هائل ما بين الخارجيه ومؤسسه الرئاسه. من واقع خبره حضرتك كوزير خارجيه سابق، يعني كيف تستفيد مصر دلوقتي اصبح في حاله من اعلان الحرب على الارهاب في العالم كله؟ البعض بيتوقع ان ده ممكن يترتب عليه اعاده ترتيب لاوراق المنطقه، بالذات في ليبيا وفي سوريا وفي غيرها من المناطق الملتهبه. اولا حضرتك بتشارك وجهه النظر دي، شايف انها مظبوطه ولا فيها قدر من التفاؤل الزائد؟ هو يعني فيها قدر من التفاؤل الزائد، لان احنا كنا بنسمع دعاوي كثيره من بعد 30 يونيو على طول، تتذكري بالتالي كنت معاكي برضه وقلت لك ان الغرب بيرى انه ما جرى في 30 يونيو ده ممكن يصدر لهم الارهاب. فهي الامور يعني دلوقتي اصبحت خلاص تم التصدير فعلا، فايه الحل؟ اذا ندعم مصر، نحاول ان احنا نطفي الحرائق اللي موجوده في الشام وفي ليبيا وفي اليمن. اعتقد ان الجهد دوت هيدعم مصر مره اخرى في موقع الصداره، لان مصر هتكون هي يعني التي تقود هذه الحمله ضد الارهاب، مش بالجيش، يعني ما بتكلمش ان جيشنا هيروح في الاماكن ديت، ولكن على الاقل هيكون المنهج المصري والاستراتيجيه المصريه هي اللي هتعتمد في هذه المنطقه لمحاربه الارهاب، وهتبدا من داخل مصر اولا، ثم تنتشر الى الدول الثلاثه اللي انا قلت لحضرتك عليها. هل تتوقع حضرتك ان يكون في تغير في مستوى العلاقه بين مصر وتركيا في الايام المقبله؟ لا طبعا، لا ارى هذا على الاطلاق، ما فيش اي تغير حقيقي. رغم حتى التصريحات اللي هي فيها نوع كده من ايه، جس النبض لو جاز ان نطلق عليه كذلك من قيادات الحكومه، بس جس النبض مرفوض لانه مقرون بشروط انت اكيد هترفضيها، او الشعب المصري مش الخارجيه بس، الشعب المصري هيرفض فكره ان الغاء مثلا عقوبات على بعض الزعماء الاخوان او قيادات الاخوان، انك انت تضمني مشاركه سياسيه لهم في البرلمان الجاي، كل الحاجات دي مرفوضه. يعني هل حضرتك شايف انها شروط حقيقيه ولا محاوله كده بس للايه اللي هو نقدر نسميه زي ما بيقول السوفت لاندنج كده، النزول لا أعتقد الناعم؟ اعتقد انها حقيقيه، لان انا سمعتها كنت في زياره في اسطنبول من فتره، وسمعت نفس المقولتين دول، ان انتوا لازم تلغوا عقوبات الاعدام، وفي نفس الوقت لازم تضمنوا مشاركه سياسيه للجماعه في البرلمان القادم، وده مش هيحصل. بتنظر حضرتك ازاي للعلاقه مع دول الخليج دلوقتي، زياره الكويت، خطوات المصالحه مع قطر، وحضرتك شايف انها بتسير بخطوات معقوله ولا لا؟ يعني شوفي، انا اعتقد ان احنا عملنا خطوه ذكيه، فصل العلاقه ما بين مصر ودول الخليج والازمه القطريه. يعني هم الاول حاولوا يفصلوا، قطر حاولت تفصل ما بين مصر وازمتها هي مع مصر ودول الخليج، ونجحت الى حد ما، ثم السعوديه رجعت تاني ودخلت مصر في المعادله. احنا دلوقتي انا اعتقد ان ده يعني شيء جيد جدا، ان احنا قطر كانها يعني خلاص بره اللعبه، احنا بنوثق علاقاتنا بدول مجلس التعاون كلها بشكل جيد جدا، وهنسير في هذا الاتجاه. قطر عندما تقرر العوده اهلا بها، اذا ما قررتش اذا هي يعني ده خيارها، ومصر لن تصاب باي شيء. استاذ زين، يعني في العاده في التجارب الحزبيه في الدول، معظم الدول الديمقراطيه، في فكره ان الحزب بيصوغ دايما كده رؤيه داخليه وخارجيه للسياسه، بيبقى في نقط ثابته ملهاش علاقه بمين زيد او عبيد هو الذي في موقع الاغلبيه ولا في موقع المعارضه، وفي نقط مختلفه بيحصل فيها تقارات، ممكن حتى تركيا ما يحدث فيها الى حد ما بيبين المساله دي. هل التجربه الحزبيه في مصر وصلت للمستوى ده، ان يبقى كل حزب بيصوغ رؤيه داخليه وخارجيه للدوله ولا لا؟ لا اعتقد ان هي طبعا ما وصلتش لهذه المرحله لسه، احنا في كي جي 1 سياسه بالنسبه للاحزاب، ف
فكيجي بعد كل السنين دي بعد كل السنين كيجي وان ما سيبك سيبك من كل اللي بيتقال على الاحزاب دي كلها, وفي احزاب قديمه وعريقه وكل حاجه, لكن احنا الاحزاب انا اعتقد لان والا كنت انا انضميت لاي حزب. يعني انا نازل عايز انتخاباتي مستقل فردي, مش عايز ابقى تبع حزب لان مش لاقي حاجه قويه او كويسه يعني. فانا بالنسبه لي شايف ان الاحزاب لا كلها لسه كي جي 1, وان شاء الله يعني لما يخشوا في كي جي 2 بقى وبعدين يخشوا بقى في المعادله اعتقد ممكن دي يبقى فيه, بس ده لازم ممارسه ولازم يبقى فيه ديمقراطيه ولازم يبقى فيه يعني فسح كده قدامهم عشان يقدروا يتعاملوا. يعني سعد سفير كان بيتكلم على فكره ان هو متفائل ومتصور ان في خلال الايام المقبله التحالفات اللي موجوده على الساحه هتقل لثلاث لاربعه او ثلاثه, اعتقد ده مبني على معلومات. يعني في تحالفات في تكهنات ولا معلومات في الساحه دلوقتي؟ لا برضه معلومات. يعني الحقيقه في يعني عارفه كده قوه دفع موجوده تولدت بعد الاعلان عن الحكايه. قلت لنا على الاقل فيما يتعلق بحركه تحيا مصر ان انتوا تتحالفوا مع او هتتالفوا مع نداء مصر, وفي احتمال التحالف مع قائمه الدكتور عبد الكريم مصطفى. يعني ده اعتبر كده ومفيش مانع للمشاركه مع قائمه الدكتور كمان. مش حركه تحيا مصر, تحالف ائتلاف ائتلاف تحيا مصر. خدي بال حضرتك عشان في ناس طالعه باسماء مشابهه كتيره يعني, واحنا لما انضمينا كحركه وحده الصف المصري العربي مع الائتلاف, الائتلاف ده ائتلاف قوي, ائتلاف واعد, ائتلاف هيكون له مستقبل في المستقبل او في البرلمان او في السياسه, لان اللي بينظم هذه السياسه اللي على راس هذه السياسه السيد الوزير محمد العرابي, راجل خبره, راجل فاهم, راجل عارف, راجل محب لبلده ومش باصص لحاجه. فهي دي من الحاجات اللي مخليه الناس كلها تحب ان هي تخش. هل حضرتك شايف برضو ان نفس المنطق ان الاحزاب السياسيه بعد هذه الانتخابات البرلمانيه ممكن كمان تتصفى ويقل عددها ويحصل فيها نوع من انواع الاندماجات؟ احنا شايفين دلوقتي انشقاقات لغايه دلوقتي كلها انشقاقات. بص بقى, انا اتمنى ان ال100 دول ولا ال100 وشويه يضموا مع بعض ويبقوا 10 10 فعالين ابرك من 100 واعيين. يعني انا دايما افكر في كده, انا يبقى عندي 10 احزاب فعالين اكثر من 100 واعيين وصعبين. فانا يعني اتمنى ان هم يفكروا في حاجه زي ديت, ويكون لهم في المستقبل القريب بعد الانتخابات انهم مش هيلحقوا يعملوا حاجه دلوقتي. وانا اعتقد ان الانتخابات دي برضو زي ما هتفرز نواب اقوياء وناس كويسين ممكن تشتغل في ايران, برضو هتفرز ان الاحزاب اللي ملهاش لازمه يعني ترجع خطوتين لورا بقى وتنضم مع بقيه الاحزاب ويشكلوا قوه تقدر انها تعمل لصالح هذه البلد. الخمس سنين الجايه البرلمان الجاي هي دي بدايه الحياه السياسيه في مصر. هتشوفي ناس هتتنحى, ناس هتتجمع, ناس هتطلع جديده, ناس هتتوارى. يعني الخمس سنين القادمه اللي هو عمر البرلمان الجاي ده هو دي اللي هنراهن عليها انها تنتج حياه سياسيه جديده في مصر. على كل الاحوال جرعه تفاؤل جيده نبدا بها تغطيتنا للانتخابات البرلمانيه اللي اصبحت دلوقتي امر واقع وتاريخ منظور ومعلوم في افق قريب. بشكر ضيفي على الهواء مباشره, بشكر سعاده الوزير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق, شكرا يا فندم, رئيس ائتلاف تحيا مصر, شكرا جزيلا استاذ زين السادات عضو المجلس الرئاسي لائتلاف تحيا مصر, شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. شكرا. ومشاهدينا ضفتي بعد قليل وجه معروف ومألوف تعرفونها جميعا كإعلامية بارزة, ما الذي ستقول نوران سلام بعد قليل ويمكن يفاجئ حضراتكم, انتظرونا. الحقيقة أن ضيفتي الجمهور العربي عارف صوتها قبل ما يشوفها, يمكن الأداء الرصين واللهجة المصرية في إذاعة كبيرة زي البي بي سي كانت مفتاح دخولها لقلوبهم. لما طلعت على الشاشة اتفاجئوا بهذا التناقض الصارخ بين الملامح البريئة والوجه الطفولي وبين الأخبار القاسية وبين قوسين موشن حقد وحسد طبعا. لكن من خلال تجربتها في الأخبار وأدائها الرصين وتغطيتها للعديد من الأحداث سواء في تلفزيون البي بي سي ثم في تلفزيون الجزيرة ومؤخرا على شاشة الحياة اللي تألقت عليها وهي بتقدم أحد أبرز برامجها الإخبارية, لكن بين كل ده يبقى وجه آخر لنوران. نوران النهاردة مش هتتكلم كتير, هتتكلم بس مش كتير عن الأخبار ولا عن العمل الإعلامي, لكن هتتكلم عن الدي إن إيه الخاص بيها. الدي إن إيه الخاص بنوران ما هوش تفاصيل, ولا عشان محدش يعني يسرف في الطموحات, ما هيش تفاصيل خاصة بقدر ما هي تفاصيل عامة عن عمل
روائي ليبدو وجه آخر يتناقض أيضا مع الأخبار والوجه الطفولي والكتابة اللي فيها قدر من التشويق لنوران سلام التي تصدر روايتها الأولى. برحب بزميلتي العزيزة نوران سلام في استوديو دريم، منورتي شاشة دريم. ميرسي جدا والله، يعني أنا مبسوطة جدا أن أنا شايفاكي وما تقابلناش من زمان، ومبسوطة أن أنا يعني مع المشاهدين عبر شاشة دريم. أهلا بك. كل ما تطلعي رواية هنتقابل. يعني الأول فكرة أن أنت تكتبي رواية دي يمكن كانت مفاجأة حتى لزملائك وأصدقائك. أنت كنت بذكري من ورانا. لا هو فعلا يعني ما قلتش لحد خالص ان انا بكتبها، بس في المقربين مني عارفين ان انا غاوية كتابة على خفيف، مدونة، قصص قصيرة، شعر. صحيح. بكتب احيانا بالانجليزي، بكتب احيانا بالعربي، بالعربي اكتر الايام دي، بس ما قلتش لحد على الرواية ولا الناشر حتى، يعني ما كانش يعرف الا لما يعني حسيت ان هي فعلا هتكمل، لانه الروايه محتاجه يعني هي التزام جامد يعني غير القصه. صحيح. القصيره، فده مشروع ضخم وبيعتبر يعني مش بالضخامه بتاعت مثلا مش روايه تاريخيه او الروايه اللي بتحتاج بحث مثلا سنين، ولكن مجرد فكره انك تكتبي كتاب او روايه مش قصه قصيره هو بيتطلب التزام وصرامه مع النفس وانضباط ما كنتش متاكده انه هيكون عندي، فما قلتش لاي حد غير الاثنين ثلاثه مقربين جدا، فبالتالي الناس فعلا فوجئوا بيها. يعني العمل اليومي والعمل الإخباري وبالذات في السنين اللي فاتت دي اللي كان فيها إنهاك شديد جدا وأحداث سياسية متفاعلة، الواحد أحيانا بيحس إن هو بيفرغ أي قدرة على الإبداع عنده، إزاي قدرتي توفقي بين ده وإنك ترجعي تقعدي تكتبي رواية، ورواية تشويق ورعب زي ما أنا سمعت؟ هي مش رعب بس هي فيها جانب جريمة، وبالتالي يعني عنصر التشويق موجود. هو يعني ازاي وفقت من ناحية الوقت، هو انا حصل عندي يعني حاجة، ظرف معين خلاني مش قادرة اشتغل لمدة حوالي 4 شهور. انا كنت بدأت في الرواية قبل ده، فيعني هي كلها على بعضها خدت مني مثلا 6-7 شهور، بس كان فيهم 4 شهور بتركيز شديد كنت متفرغة ليها تماما. يعني مش عارفة لو ما كانش ده حصل، يعني اللي هو ساعتها ما كانش شيء لطيف بس تمخض عن هذه الرواية في النهاية. دي الفترة اللي هي بين استقالتك من الجزيرة لغاية تعاقدك مع قناة الحياة لما أتوقع تقريبا. فيعني في النهاية خرج عنها شيء إيجابي اللي هي الدي ان ايه الرواية دي. فيعني هل لو كنت مع عجلة العمل المعتادة كنت هقدر ان انا اعملها ولا لا؟ مش عارفة، يعني فعلا محتاجة الكثير من الالتزام والصبر والصرامة مع النفس انه لا لازم هقعد النهاردة، ويعني لازم مثلا هنتهي من هذا الفصل قبل ما اخرج من الحالة النفسية بتاعته. فمش بالسهولة دي يعني الواحد يلزم نفسه بده. انك تكتبي رواية فيها تشويق وجريمة، ويعني في الوقت اللي انت بتغطي فيه طول الوقت كنت اخبار فيها جرائم اوسع واحداث اكبر، كان سهل انك تفصلي بين الاثنين عشان تقدري تتفرغي للكتابة ولا كانت هو صعب؟ كان علشان افصل. انت حاولتي تفصلي بده؟ يعني هي الكتابة نفسها يعني انا بعتبرها نوع من الدواء، يعني هي بتعالج كل الهموم اللي بنتعرض ليها، سواء ضغوطات زي ما بتقولي كده من الشغل وكل الاخبار الحقيقة كلها حاجات محزنة ومؤسفة، او ضغوطات بقى الحياة الشخصية، الهموم بتاعت اي حد فينا يعني. فالكتابة زي القراءة كده، بس الكتابة اكتر، لان هي يعني بتستحوذ على ملكاتك كلها، كل حواسك منغرقة يعني او مستغرقة في العالم الوهمي اللي انت اخترعتيه. فده احسن طريقة للفصل تماما عن كل الضغوط. فكرة الكتابة الجريمة عموما، وهي كتابة ما هياش مزدهرة قوي كده في مصر وما بتصنفش دايما، يعني في ناس بتصنفها باعتبارها ادب اللي هو ايه تسلية اكتر. طبعا ما قريتش روايتك لسه فدي مش احكام. انا بسألك ايه اللي خلاك تفكري تحديدا في النوع ده من الكتابة؟ هي مش يعني ما اعتقدش ان هي تصنف كأدب جريمة، هي في جريمة بترتكب فيها طبعا من غير محرق الأحداث. هي لسه الرواية ما صدرتش حتى الآن. بالضبط، هي تنزل في المعرض ان شاء الله، معرض الكتاب. فهي في شخصية هترتكب جريمة وبالتالي هتضطر إلى ذلك بسبب الأحداث اللي قبل الجريمة دي، وهترتب على ده بقية الأحداث. فهي يعني الفكرة جات لي من خبر، أنا قريت خبر صغير جدا لمدة يعني سطرين ونص تقريبا، كان في صحيفة أجنبية، كان على خبر في صفحة حوادث يعني. الخبر ده حصل في جنوب أفريقيا،
يعني انا لفتني الخبر الحقيقه، لانه وبرضه مش هقدر اقول هو لفتني ليه الا لو قلت موضوع الروايه، بس الفكره انه يعني انا اللي جه في ذهني انه هل النهارده بيحصل الى الان ده، يعني الكلام ده في النهارده التطور تكنولوجي جامد جدا، ما كنتش اتوقع ان لسه في حالات زي كده ممكن تحصل، يعني من 30 40 سنه ممكن كنت اصدق، بس فوجئت انه عملت بقى ريسيرش اكتر لقيت ان لا بيحصل ده. احنا هنلعب لعبه تخمين بقى دلوقتي، تخمين بالظبط. فالنهاية ان انا يعني مصرته الخبر ده وحطيت فيه شخصيات انا يعني كنت عايزة احطها في عمل ما، فحطيتها في هذا العمل، وزي ما تكوني كده بتعملي معادلة رياضية، طب لو حطيت السين وصاد دول في الظرف ده هيتفاعلوا ازاي، هيعملوا ايه، هانجو مع ده ايه. وطلعت انتي الرواية زي ما قلتي عنها بتدور احداثها بمصر ولندن، وطبعا عايش فترة طويلة في لندن ايام شغل البي بي سي. صحيح، انا عشت في لندن 10 سنين، وهي فيها يعني اكيد يعني ده تأثرت بيه في الشق المتعلق بلندن في الرواية. الشق المتعلق بمصر هو في مكان متخيل مش موجود، هي قرية يعني أنا تخيلتها في المنصورة، المفروض أن هي قرية نائية جدا، سميتها ميتا أبو النور، وما يطلع ليش بقى بكرة حد يقول لي في حاجة اسمها ميتا أبو النور. أنا عملت بحث، أعتقد أن هي فعلا مش موجودة، ويعني مكان أصغر حتى تابع ليها اسمه عزبة أرموت قرموت، هي دي الشق المتعلق بمصر، فبتدور أحداثها بين المكانين دول. نوران، يعني فكرة ان الناس تبقى عندها يعني فكرة الوجه الاخر لحد بيمارس عمل مفترض ان هو ليه وش، ممكن مش عايزة اقول صارم، بس على الاقل عليكي فيه انك تكوني محايدة، تخفي مشاعرك، ما تبقيش جزء من الحدث وتبقي برا الحدث اللي بتعمليه، وانت جواكي يكون الشغف اللي بيخليكي قادرة انك تكتبي حتى رواية. مسألة يمكن في ناس كتيرة تحب تعرف عنها وبتسأل ازاي مذيع الاخبار اللي مر بتجارب كبيرة زي اللي انت مريتي بيها ممكن بيقدر يعملها وبينجح في ده. هو يعني احنا شغلنا قريب قوي من الكتابة، او حتى لو احنا مش بنكتب فهو اي صحفي وبالذات الصحفي في الاعلام المنطوق او يعني او يعني سواء براديو او تلفزيون، اللغة بتكتسب عنده اهمية خاصة جدا، لان احنا كلنا عارفين قد ايه مفردة واحدة ممكن تغير وتشقلب المعنى خالص. صحيح. يعني بدل ما احط قالة لو حطيت زعمة انا كده، بس في فرق بين اللغة المحايدة اللي المفترض انها تبقى كده اقرب لغة جراح الموجوده في الاخبار، اللغه اللي المجاز فيها مساحته محدوده جدا، وبين اللغه المليانه بالشغف والمشاعر والمجاز بتاعت الكتابه الروائيه. في فرق كبير جدا، بس انا قصدي انه ممكن يعني هي بتتولد من انه يعني انا عرفت قيمه الكلمات، وان مش كل حاجه زي بعض، وان يعني ممكن حرف او فصله او نقطه يغيروا المعنى الى حد كبير من خلال عملي في الصحافه. يعني ده اول شيء لفت نظري الى قد ايه في الكتابه ليها فنون وليها تريكس وليها دهاليز وليها يعني كتير مشاهدينا ما يعرفوش ان نوران بدات صحفيه واشتغلت بروديوسر وريبورت، يعني عملتي كل حاجة في المطبخ بالظبط. انا ما بداتش طبعا مذيع، انا بدات محرره نشره في البي بي سي في الاذاعه في لندن، ويعني انتقلت بقيت رئيس التحرير النشره، وبعدين بدات اقرا النشرات واقدم الجولات الاخباريه. مهم ان المذيع يبقى صحفي؟ جدا جدا، بعتبر ان مهم جدا خلفيه المذيع تكون صحفيه، لانه يعني بالذات مذيع التلفزيون، لان التلفزيون ليه يعني ليه ايه اغراءاته، ان طيب اركز بقى في الميك اب واللبس، يعني حتى اكتر من الراديو. بنركز برضو، بس بيكون يعني خلاص يعني الاساس التكون. صحيح. صحيح. انه لا انا عيني على الخبر اكتر، يعني لو عندي مثلا فاضل لك ربع ساعه، انت يا منى اكيد مش يعني لو خيرتي هتختاري ان لا طب هقضيهم في الانترفيو اللي عندي دي، انا هدور على الضيف، هعرف يعني محاور مثلا، بتقدري تعيدي تقييم يعني اولوياتك واضحه. صحيح. انه الصحافة أولا قبل الحاجات التانية، وطبعا حتى الصحفي زي ما قلت ملكة اللغة بتبقى مهمة عنده، يعني بتبقى ده شيء بديهي، المفروض المذيع التلفزيون يكون لغته كويسة وسليمة، فده بيتأتى أكتر لو كان بدايته في الصحافة. مذيع الأخبار في تقديرك، يعني في بعض الناس بتتعامل مع مذيع الأخبار أحيانا في بعض التلفزيونات على أنه هو مذيع الذي يقرأ من الأوتوكيو وخلاص، يعني مش محتاج مهارات كتير زي مقدم البرنامج، ويمكن طبعا التجارب الدولية اللي موجودة حوالينا غيرت إلى حد كبير المفهوم ده، هل غيرته بما يكفي؟
لا يعني لسه قارئ النشرة مختلف عن مقدم الجولات الإخبارية. يعني قارئ النشرة بتنتهي مهمته بأنه يقرأ الخبر، المفروض أن يعني في سياسة تحريرية للمكان ومفروض أنه هو ما يغيرش فيه كتير. يعني ممكن يغير لغويا أو حاجة زي كده، لكن لو أنا في سياستي التحريرية كمؤسسة بيشتغل عندي فيها قارئ هذا النشر أن أنا أقول هذه الصيغة تحديدا، فالمفروض أنه هو يلتزم بهذه الصيغة، في حين أنه يعني هنا وجهة نظره مش ذات صلة، إنما مقدم الجولات الإخبارية وجهة نظره ذات صلة حتى لو حاول يلتزم بالحياد والموضوعية، لأنه برضه هتضغى يعني وجهة نظره في اختياره في سؤال، في سؤال، في تقديم خبر عن خبر، يعني لما يكون داخل أكتر ولو تأثير أكتر في إنتاج نشرته بيكون أحسن، لأنه بيكون في تماهي بين عملية الإنتاج وعملية التقديم. يعني ما بيكونش بشكل منفصل تماما، في طاقم بيتولى الإعداد والإنتاج وفي حد تاني بيجي على جاهز على التقديم، لا هو بيكون مشترك. هل المقدم يعني قارئ النشرة بالمنطق ده، يعني خلينا ندخل في حتة صعبة شوية، هل قارئ النشرة ممكن فعلا يستمر في عمل في مكان هو شايف أنه بيختلف مع اللي هو مقتنع به؟ هو بيقرا خبره بس، ولا عليه ان هو يكون مقتنع بما ياتي في سياق النشره التي يقراها وممكن يسيب زي ما انت عملتي مكان لانه هو مش مقتنع بيه او مختلف مع وجهه النظر؟ كلام صعب بقى. هو لازم يكون مقتنع ايا كان سبب اقتناعه، يعني حتى لو كان اقتناعه انه انا هقنع نفسي انه انا موافق على الخبر بهذه الصيغه لانه انا ما اقدرش اقول غير كده دلوقتي، ظروفي لا تسمح. يعني ده شكل من أشكال الاقتناع على فكرة، يعني أنا بقنع نفسي أنه أولوياتي الآن هو أن أنا أستمر في هذه المؤسسة لظروف مادية أو أسرية أو أيا كان، فبالتالي أنا يعني هلغي مخي على حقيقة مشاعري ناحية الخبر بهذه الصيغة. ده نوع من القناعة برضو موجود عند بعض الناس، موجود، أو قناعة فعلية بقى اللي هو يبقى فعلا هو مقتنع بكل كلمة، وبالعكس لو أتيح له ممكن يعني يزود كمان من عنده شوية. فده برضو نوع آخر من الاقتناع. إذا ما فيش لا ده ولا ده فهو لازم يسيب، مش هينفع يستمر. يعني ممكن فعلا المذيع يمر بصراع كده وهو بيقرأ خبر، يعلم الجميع أنه ليس من حرره وهو بيقرأ تعبير بعينه، فيضطر أن هو يقول لا أنا مش قادر وأنا هتوقف. ممكن جدا، ممكن جدا إذا فشل إن هو فعلا يقنع نفسه أنه يقرأ. يعني المقربين منه على فكرة ممكن يكونوا حاسين، يعني أنا كانت أحيانا المشاهدين يعني لو كانوا يعرفوه بشكل شخصي ممكن بعضهم يحس أنه فلانة بتقرأ الخبر ده وهي مش مبسوطة منه، يعني هي زعلانة. بس يعني بيكون لأنه هم عارفين عنها، يعني عارفين أفكارها، عارفين. أنا بحس أن في بعض المشاهدين فعلا بتبقى العلاقة بينهم وبين المذيع هي علاقة شخصية، وبالذات اللي بيتابعوا حتى لو خلال قارئ نشرة بيبقى عارف مثلا نوران شافها في نشرة الصبح وفي نشرة بالليل وفي نشرة المساء، بتتحول المسألة كده لنوع من العلاقة الشخصية والقدرة على المتابعة والقدرة ان هو يعرف مثلا والله لا ده هي النهاردة كانت موفقة في المقابلة دي، ما كانتش موفقة، لا هي كانت مبسوطة هي ما كانتش مبسوطة. دي حقيقة بتحس العلاقة دي مع المشاهدين، بحس فيها، بتجيلي فعلا رسائل زي ما بتقول، يعني مش ناس ما اعرفهمش بشكل شخصي، احيانا بتكون غلط ولكن احيانا بتكون صح. يعني بيجيلي رسالة يقول لي انت النهاردة كنت مش مبسوطة وانت بتقولي الخبر ده، او مش مقتنع، انا حسيتك متضايقه. فاحيانا بتصدف ان بعض الرسائل دي بتكون فعلا جايه في محلها، وانا بتعجب يعني ان هو يا ترى دي بالصدفه ولا هو متابع يعني حثيث جدا بحيث ان هو اصبح كانه يعرفني بشكل شخصي. فطبعا المشاهد لو كان بيتابع بشكل مستمر اكيد بيوصل لمرحله انه فاهم نظره عين المذيع بتقول ايه، يعني الكلام حاجه ونظره عينه بتقول حاجه ثانيه. نوران انت اشتغلتي في مؤسسات كبيره من اول البي بي سي لغايه الجزيره، وبعدين جيتي في التلفزيون الحالي اللي هو برضو مؤسسه كبيره ورائده في مصر، وزي يعني كل التلفزيونات الموجوده في مصر، ايه اللي ناقص التلفزيونات الخاصه في مصر عشان تقدر تقدم تغطيه اخباريه مؤثره ولها مصداقيه عاليه؟ اللي ناقص يعني اكتر من شيء، بس خلينا نقول اول حاجه وانا في رايي يعني اهم حاجه الكوادر المدربه تدريبا جيدا، لانه يعني انا بقالي سنه في مصر دلوقتي، يعني استطيع ان انا اقول ان انا كونت صوره عن الزملاء الشباب اللي بيشتغلوا معانا. يعني في طاقات بجد هائلة وناس مبدعين، وناس لما بيحب يعني يعمل موضوع صحفي عن حاجة بالتواريخ معزز بالتواريخ والأرقام ممكن يعمله في ربع ساعة أو في تلت ساعة، يعني إلى هذا المدى هو قديه في الشغل وملم بكل تفاصيله.
شوية تدريب بسيط واستثمار من إدارات القنوات في الكوادر، تدريب بقى على كل حاجة، على وقفة المراسل ازاي يقف، ازاي يستخدم عناصر الصورة من حوله، على الزميل الصحفي اللي بيكتب تقرير للتلفزيون غير لما يكتبه للجريدة مطبوعة. هل انت شايفة ان الاهتمام بالأخبار في التلفزيونات في مصر، التلفزيونات الخاصة، زي ما كان قبل أيام الثورة وبعد الثورة وأيام 30 يونيو، ولا بدأ يتراجع شوية؟ والله انا حاسه ان هو يعني كتوك شوز ولا الماده الاخباريه عموما، الماده الاخباريه انا حاسه فيها انها قلت، انا حاسه ان هي تقلصت واصبحت البرامج الحواريه اللي هي توك شوز يعني بتبقى فيها جرعه غير سياسيه وغير اخباريه كبيره. ممكن ان ده يعني يبقى الرد عليه انه يعني التوك شو مش المفروض، يعني لم يرد له ان هو يكون اخباري 100% منذ البدايه، ولكن ده حصل بسبب ظروف مرت بيها البلد وده كان الاستثناء، ودلوقتي احنا بنرجع للعادي، لان التوك شوز في العالم كلها يعني وفي امريكا اللي هي اعتقد اكتر حد صدر هذا المنتج التلفزيوني هي بتتناول كل شيء يعني بشكل منتظم، يعني مش بالضروره تكون حواريه واخباريه، اخباريه يعني وسياسيه في الاساس. انما في نشرات الاخبار يعني أنا شايفة سي بي سي أكسترا طلعت مثلا هي قناة 24 ساعة إخبارية، على الأقل ده اللي احنا شايفينه يعني إن هي موجودة ومتألقة، أنا شخصيا بتابعها يعني ف يعني بقى ما كانش ده قبل كده، فالله أعلم يعني إذا كان في الفترة القادمة هيكون في اهتمام بالأخبار، استمرار في الاهتمام بيها ولا هتتقلص وتتقلص. يعني أعتقد إن التجربة اللي ممكن البعض يتعلمها إن فكرة الاستثمار في الأخبار هو استثمار طويل الأمد وممكن تظهر أثاره حتى في لحظات صعبة، ويمكن تجربة الجزيرة هي أكبر درس منها كان ده. صحيح صحيح، يعني يعني هنا في مصر احنا بقالنا 4 سنين يعني اعتقد اللي عايز يتخذ قرار بتقليص جرعه الاخبار مش قادر يتخذه، لانه البلد كل شويه بيحصل فيها حاجه، فالناس اصبحت يعني كل الناس اصبحوا اكثر خبره دلوقتي مما كان الوضع عليه في 2011. شوفي كم انتخابات عدت، كم استفتاءات عدت، يعني خلاص الناس دلوقتي كطواقم تلفزيونيه بتشتغل، دي مش اول تغطيه ليها مثلا للانتخابات، الانتخابات خدت الخبرة بتاعتك، خدت الخبرة ده. فزي ما بتقولي بالضبط هو استثمار على المدى البعيد، يعني ان هو انا رأيي ان هو مهم جدا حكاية اخبار الناس، يعني انا بعتبرها رسالة نبيلة، الاخبار بكسر بالهمزة تحت، يعني انه مش يعني ارجو انه ما يجيش فعلا يوم تتقلص في الجرعة الاخبارية في التلفزيونات المصرية سواء الخاصة او التلفزيون ده بشكل عام. بشكل خاص نوران سلام ممكن تلاقي نفسها في تقديم نوعية تانية من البرامج غير البرامج الإخبارية؟ يعني بمنتهى الأمانة أنا زي ما لسه قايلة دلوقتي، أنا يعني شايفة أن مسألة أنك تعلم الناس بيحصل إيه في البلد وفي العالم، أنا شايفة نفسي فيها وعندي يعني فيها خبرة. صحيح، خبرة في مجال الخبرة دي ظلمتك شوية ملامحك الطفولية نوران؟ يعني مرات لما الناس بتشوفك تفتكر انك لسه مذيعة حديثة وبتستغرب ان وراكي سي في مهمة وطويلة رغم انك لسه صغيرة. ايوه شكرا على انا كنت لسه في لقاء وكان الزميل عمال يقول الاعلاميه الشابه، الاعلاميه الشابه، انت شابه، فاضطريت طبعا في الفصل وده مش هيحصل دلوقتي ان انا اقول له على فكره انا مش شابه انا عندي يعني خلاص كذا. خلاص 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 كفايه كفايه. فقال لي لا انا يعني هقول الاعلاميه الشابه. قلت له طيب ربنا يخليك يا رب لمصر. نوران انت اخذتي قرار كان قرار خاص بيكي جدا وانت ظهرتي، يعني الحقيقة مش حابة ان انا اتطرق للموضوع ده بس انا حابة ان برضو افهم، في وقت من الوقت انت اشتغلتي في البي بي سي وكان وجودك فيها مختلف ولافت للنظر لانك كنتي مذيعة مميزة ولان البعض ربط ما بينك وبين ارتدائك للحجاب، والقرار اللي خدتيه بانك تخلعي الحجاب تحول من لمادة كده برضو لتصفية الحسابات السياسية في وقت من الاوقات، رغم انك كنت حريصة انك تقولي ان هو قرار خاص جدا بيكي. اولا لما لبستي الحجاب تعرضتي لمضايقات في محطات كنتي فيها؟ طيب انا ما كنتش ناوي اتكلم في الموضوع ده بس يعني هو حصل لوحده. انا لبست الحجاب من زمان يعني من قبل التلفزيون، يعني لما التلفزيون البي بي سي ما كانش يعني في اي تفكير في ان هو يتفتح او اتفتح 2007 تقريبا، انا كنت في البي بي سي من سنه 2000 يعني كنت مذيعة راديو رئيسية يعني مقدمة أحد الأربعة أو الخمسة الرئيسيين اللي بيقدموا جولات إخبارية في الراديو. لما جت فتح التلفزيون أنا ما قدمتش أصلا فيه لأنه أنا افترضت أنه الحجاب
هيعوقك؟ هيعوقني، وانا ليه يعني احط نفسي في هذا الموقف؟ يعني انا مرتاحه جدا في الاذاعه. ففوجئت ان هم اللي بيكلموني بيقولوا لي هو انت ما بتقدميش ليه كل ما بنعمل اعلان؟ قلت لهم لانه يعني انا متصوره ان الحجاب هيكون مشكله. فقالوا لي لا احنا ما عندناش مشكله اطلاقا، وهي اختبار شاشه اللي هو سكرين تيست، وهتعملي يعني تيست زيك زي غيرك يعني، وعمرها ما هتقف على الحجاب. فعملت الاختبار ده، ويعني هي جرأة تحسب ليهم لان هم قناه بريطانيه، يعني اياميها كان ممنوع هنا مثلا في مصر ظهور يعني مذيعه محجبه، يعني ده كان شيء لا يمكن تخيله يعني في 2008 و2009. ف انا يعني كنت عندي بعض يعني الافكار قبل كده على موضوع الحجاب، انه استمر قبل التلفزيون، قبل ما يبقى فيه فكره التلفزيون. كانت المساله مسار جدل بينك وبين نفسك؟ بيني وبين نفسي، ولم تخرج عن جدل داخلي بيني وبين نفسي، وبعدين يعني حسمته بانه. لكن ظهورك على الشاشه خلاكي يعني بقى صعب التراجع عنه. بقى صعب جدا، رسخ بقى صوره معينه، يعني اي واحده محجبه حتى في دايرتها العاديه، الجيران والزملاء والشارع والاقارب، يعني صعب قوي عليها ان هي تغير هذه الصوره. فمحتاجه شجاعه، محتاجه جرأه، فانت محتاجه يعني 3 4 اضعاف هذه الشجاعه علشان تكوني ليكي صوره عامه ايضا وتتخلي عن هذا المظهر. فبسبب يعني ان انا ما كانش عندي هذه الشجاعه ولا الجرأه، استمرت العمليه وانتقلت من البي بي سي الى الجزيره، ايضا نفس يعني الشيء، يعني ترسخت اكثر. بتحسي احسن احيانا ان بيتم التعامل معك باعتبارك المذيعه المحجبه ولا المذيعه المهنيه التي تصادف انها ترتدي الحجاب؟ ما حسيتش في ولا مرحله في ولا مكان انه الحجاب اثر لا بالسلب ولا بالايجاب، ويعني لم يعقني عن اي شيء. الموضوع تحول لمسار جذب لدرجه ان قناه الحياه اضطرت انها تصدر بيان وتقول انها لم تضغط عليكي لخلع الحجاب. صحيح، وهو بيان يعني كان دقيق جدا في حتى المفردات اللي استخدمها، لانه انا ظهرت على قناه الحياه 6 شهور يعني مرتديه الحجاب عادي جدا، وعمر ما الحجاب ما اثير مع قناه الحياه اطلاقا، يعني ولا مدحوه ولا ما مدحوهوش، ولا وجهوا لك اي ملاحظات لما رجعتي من الاجازه وانت مش لا انا طبعا بلغتهم قبل ما ارجع من الاجازه انه انا يعني قررت ان انا ابطل ارتدي الحجاب، وهم كان رد الفعل انه ده قرار شخصي ويرجع ليكي، ومتشكرين انك بلغتينا. اتفاجئتي ان الموضوع تحول الى مسار جدل كده، وان قناه بيتي بالذات من جماعه الاخوان المسلمين اللي هي حطتك اصلا في خانه انت وغيرك من الذين تركوا قناه الجزيره، وحبت انها تدل ده على موقف بعينه انها حرب ضد الاسلام وما الى ذلك؟ والله بمنتهى الامانه اجابه السؤال اني ما استغربتش، وكنت متوقعه ده. لانه طبعا انا رافضاه، يعني انا حاسه انه بينم عن شيء من الافلاس، يعني مش عارفه يهم مين اذا كانت واحده لابسه الحجاب، يعني هي مش تعبير عن موقف انك ترتدي الحجاب، انك ترتدي الحجاب او انك تبطلي ترتدي الحجاب، مش تعبير عن موقف لا يقصد به شيء، هو شيء شخصي، شيء ذاتي وشخصي ورحله ذاتيه فكريه بتخلي، يعني مش من الانصاف ان انا احاول حتى اشرحها لحد، ومش مضطره ان انا اشرحها لحد، بس هي مع الاسف تحولت لكده لسبب، اولا ان انت شخصيه عامه، تاني حاجه لانها استغلت فعلا بشكل سياسي، رغم ان انت كنت حريصه انك تقولي ان هو قرارك الشخصي، طبعا انت لك مطلق الحريه في خياراتك. لكن عايز اسالك ارجع مره تانية بقى لفكره الوجه الاخر، احنا بنتكلم عن الوجه الاخر لنوران، يمكن ما لا يعرفه الكثيرون، وانا هضطر اطلع الاسرار ان نوران سلام كمان يعني في البيت صحفيه، انت متزوجه من زميل عزيز محمد بيتفرج علينا، محمد العزبي، هاي يا محمد. فكره ان مذيعه الاخبار تبقى راجعه البيت وفي نفس الوقت زوجها هو شريك ليها في هذه المهنه، هل بيخلي شريك ده في الجريمه شريك في الجريمه، هل ده بيخلي المساله حوار مستمر حوالين الاخبار وتبقى الحياه جزء منها الحاله دي، ولا لا؟ يمكن اكيد ان في مشاهدين كثيرين بيبقوا شغوفين يعرفوا ما وراء التفاصيل. هو يعني فعلا يعني ده بيأثر جدا، بيبقى الحوار كله يعني سياسي واخباري، بنظبط نفسنا احنا بنتكلم في الموضوعات السياسيه كتير، بس ممكن يتخانقوا بسبب الاخبار والسياسه. هو احنا مواقفنا يعني متشابهه جدا، يعني ما في كل التطورات اللي حصلت، يعني فما حصلش ان يبقى فيه تنشن مثلا. لكن هل ممكن يبقى فيه تعليق مثلا بيتابع بيتفرج ما بيتفرجش؟
بيتفرج دلوقتي؟ بيتفرج عليك عموما. دلوقتي اكيد بيتفرج طبعا. تبقى مشكله لو طلع انت ما بتتفرجش. لا، هل بيجي لك ملاحظات مهنيه مثلا ولا بتبقى المساله ملاحظات مهنيه؟ اكيد. هو الشخص الوحيد اللي انا برجع له في انه اساله يعني. وعارف ان انا اول ما هطلع من على الهواء اوكي، ولو مسج سريعه جدا، وبعد كده لما في وقت نتكلم بالتفصيل. بس مبدئيا انه اوكي ولا لا، كان كويس ولا لا. ارجع تاني للروايه نوران سلام، انا واحده من الناس اتفاجئت لما شفت المدونه اللي انت كنت كاتباها. كنت كاتبه شقه رقم 9، وده دليل على 6، وده دليل على ان دي ان ايه ما كانتش العمل الاول. فهل في اعمال تانية في الطريق؟ هو يعني المجموعه القصصيه اللي انت قريتيها منى دي، هي كانت المفروض هي اللي هتطبع. انا كنت هطبعها مع دار دون، وطبعا بحييهم، مجموعه من الشباب المغامرين في حالتي انا شخصيا يعني على الاقل. كنا خلاص بنتفق على نشر هذه المجموعه القصصيه، ويعني في بالصدفه البحته انا قلت لهم انه كمان في روايه دلوقتي وهي شبه مكتمله، فتحبوا تبصوا عليها. فلما بصوا عليها قالوا لي لا دي عجبانه جدا، واحنا هنبدا بيها وهناجل شويه المجموعه القصصيه. فهو ده القادم ان شاء الله المجموعه بقى. انا اعتقد ان يعني انا واحده من الناس حريصه ان انا احصل على نسختي ان شاء الله لما تحصل تطلع في معرض الكتاب. وزي ما اتفاجئت بمستوى يعني مختلف وجميل ورائع، وجه اخر للنظام في المجموعه المنشوره على الانترنت. متوقع ان الروايه ان شاء الله كمان هتكون عمل ان شاء الله القراءه. بشكر زميلتي العزيزه ومقدمه الاخبار والبرامج الاخباريه البارزه الزميله نوران سلام. شكرا جزيلا لك يا نوران. شكرا يا ولا والسيد. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. غدا يوم اخر في مصر ان شاء الله يكون يوم افضل. حتى التقيكم في هذه تحيات فريق البرنامج وتحياتي منى سلمان. الى اللقاء.